اهلا بكم من جديد. فقرتنا الاخيره في حلقه اليوم: الزمالك ينتخب. زي ما متعودين حتى تنتهي انتخابات نادي الزمالك سيكون منبر اي تي سي عبر برنامج بوكس تو بوكس، وهو النافذه التي تطل على اعضاء الجمعيه العموميه ليتعرفوا على المرشحين اذا كانوا بيواجهوا صعوبات في التواجد داخل النادي ويعني الحديث مع الناخبين، الا انه ستكون اي تي سي هي هذه النافذه لكل المرشحين. وبعيد واكرر في ثلاث قوائم وفي مستقلين. قائمة السيد عمر هريدي تواجد معنا كمرشح رئاسة بكل القائمة بتاعته، أيضا قائمة المستشار مرتضى منصور حاولنا نتواصل معها وكلمناهم كلهم واعتذروا عن التواجد، وقائمة الكابتن أحمد سليمان بتتواجد معنا من امبارح أو من أول امبارح ومتواصلة معنا، وأيضا عدد من السادة المرشحين المستقلين تواجدوا معنا أيضا عبر بوكس تو بوكس بكل حيادية وبكل شفافية. نتواصل في هذه الفقرة. بيسعدني نكون ضيفايا في هذه الفقرة الكابتن حسين سمير نجم كرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر. منورنا يا كابتن. يعني أنا منور بوجودك أستاذ محمد، وبوكس تو بوكس وإحياء للعملية الانتخابية من خلال برنامجك الجميل اللي يكاد يكون إن مفيش عملية انتخابية على الأرض غير البرامج البرنامج الجميل بتاع حضرتك. أشكرك جدا ومنورنا. ايضا برحب بمصطفى سيف العماري منورنا، ويعني خير خلف لخير سلف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول حاجه مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده، وطبعا مبسوط ان انا مع اخويا كابتن حسيني سمير نجم نادي الزمالك. وعايز اقول لحضرتك اول حاجه انا عايز حابب اقولها ان انا يعني ببارك لصديقي المحترم الاستاذ هاني العتال على الشغل والمجهود اللي معمول ده. هو راجل زملكاوي يستحق كل حاجه، وان هو راجل مساند طول عمره نادي الزمالك، وهاني ليه حاجات كتير جدا 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 جوه نادي الزمالك عملها حاجات حلوه جدا جدا، وهاني من الناس اللي بتتواصل على طول مع اكتشاف الاداره بصراحه. ايه اكتشاف في الاداره؟ لا غير كده يعني. انا هاني انا اتعاملت معاه على المستوى الشخصي ان هو بني ادم صادق واما بيقول حاجه بيعملها وعنده حاجه ميزه. لا يتدخل على فكره، بيدي لكل واحد سلطاته وشغله، لا يتدخل. لا انا كمان اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، فبقول لحضرتك ان هاني كمان عنده ميزه حلوه ان هو بيتواصل مع الاعضاء سواء في انتخابات ما فيش انتخابات، هو راجل كده كده طول الوقت. فانا حبيت احييه من خلال بوكس تو بوكس. اشكرك ومنورنا استاذ مصطفى. طبعا زي ما انا بقول باستمرار خيره سلف لخير خلف. عايزين نبدا بقى احنا يعني الفقره بتاعتنا دي هي ملك المرشحين، بنتكلم بشفافيه بدون ضغوط بدون اي توجيه. اللي انتوا عايزين تقولوه تقولوه، اللي انتوا عايزين يعني تعبروا بيه للجمعيه العموميه. الكاميرات دي هي النافذه بتاعتكم لاعضاء الجمعيه العموميه، واحنا عايزين الاجابات بتاعتنا هنديكم الوقت بالتساوي رغم ان انتوا قايمه واحده. لا ايه مش هتفرق. انا ومصطفى بص احنا يعني احنا فريق عمل متكامل، وهو ده اللي احنا بنوصله للناس، وعايزين نوصله للناس ان في حاجه اسمها فريق عمل متكامل. هو الـ 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 السؤال اللي انا هتساله مصطفى المليون في الميه هيجاوب عليه، السؤال اللي مصطفى هيتساله انا هجاوب عليه مليون في الميه. فمش فارقه مين ياخد المساحه الاكتر، ولكن هي فارقه ان احنا نوصل الصوره الجميله اللي احنا بنحلم بيها. كابتن حسيني، انت راجل كنت لعيب في نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك لكرة السلة، ولك يعني صولات وجولات مع المنتخب المصري. فجأة لقيناك مهتم بالشأن الإداري وبتخوض انتخابات نادي الزمالك في ظروف صعبة. يعني كل الناس عارفة الانتخابات دي صعبة، وعارفة ان الزمالك مقبل على مرحلة صعبة نتيجة احداث كتيرة جدا في السنوات الأخيرة، ورغم كده خدت قرار اعتقد انه كان صعب بالنسبة لك. خلينا نقول بس الاول ان نادي الزمالك لا يليق بالمشاكل اللي تم زج بنادي الزمالك بيها بداية من 2005 حتى وقتنا هذا. نادي الزمالك اكبر من 2005 من 2005 نادي الزمالك من هو من قبل 2005 ابتدينا قصه المحاكم والقواضي، ودي كانت بدايه المشاكل جوه نادي الزمالك، ولكن من 2005 بدايه الانهيار الاداري الحقيقي لنادي الزمالك. يمكن انا عاصرت، كنت انا ولسه مصطفى بنتكلم مع حضرتك قبل الهوا على طول، ان احنا متربيين مع بعض
متربيين جوه. يعني مصطفى كان صغير في السن ورحمة الله عليه أخوه محمد وطبعا الخال اللي على راس سيف العماري، كان أنا الصديق الشخصي ليا محمد أخو مصطفى. مصطفى كان صغير كان على طول متواجد معنا في الملعب، كانت هي دي الروح، ده زمالك اللي احنا حتى الشعار بتاع القائمة بتاعتنا زمالك زمورة، اللي هو احنا متربيين جوه النادي. فاحنا شفنا الأيام الجميلة ان في كبير وفي حب ما بين الصغير والكبير، فأنا عشت الكلام دوت وعشته حياة العيلة الواحدة جوه نادي الزمالك. احنا ما فيش حد ما يعرفش حد، يعني احنا اكننا في 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 قريه اهليها يعرفوا كل واحد بالاسم. كنا نعرف مين الكبير ومين ده اسمه مين وده ابن مين، وكنا عايشين بهذا المنوال. في نفس الوقت انا عشت الكلام دوت في عز ما كنا بنكسب، في عز النجوميه، في عز البطولات اللي بتدخل جوه نادي الزمالك. ابتدينا من 2005، ابتديت يمكن انا اللعيب الوحيد اللي في نادي الزمالك ما سابش نادي الزمالك حتى في حك الظروف وفي ظل الظروف القهريه اللي مرت بيها والهجره الجماعيه لكل لعيبه نادي الزمالك، اذا كان كره قدم او باسكت او هاندبول او فولي، كان انا اللعيب الوحيد اللي عاشرت كل مشكله حصلت جوه نادي الزمالك. فمن 2005 لغايه النهارده شفت حاجات كتير قوي، شفت كوارث بتحصل في نادي الزمالك، شفت مفيش كبير في نادي الزمالك، شفت مفيش احترام لتاريخ اسم نادي الزمالك، مفيش احترام للعضو العامل لنادي الزمالك، مفيش احترام لجماهير نادي الزمالك العريضه اللي هي التاج اللي على راس كل ما يمثل نادي الزمالك من لعيبه ونجوم وحتى اعضاء. فكان التحدي بالنسبه لي في المناقشه ازاي نرجع الحلم الجميل بتاع نادي الزمالك اللي احنا كنا بنعيشه، ازاي نرجع نادي الزمالك اللي فيه حاجه اسمها الاسره الواحده اللي بنتناقش وبنحل مشاكلنا جوه الدايره المغلقه اللي احنا بنتكلم عليها، ازاي نرجع نادي الزمالك لمنصه البطولات، وان نادي الزمالك استعراض لصور ليكوا اعتقد دي صور، يعني يومك اللي يعني ده كان ماتش اعتزالي، كان شيكابالا وكان مصطفى كان موجود. انا الماتش اعتزال كابتن حسيني برضو، عشان برضو علق على الحته دي. كابتن حسيني طبعا زي ما بقول لحضرتك انا اعرفه من وانا يعني 8 سنين 9 سنين في النادي، وانا عندي 9 سنين كان هو صديق محمد اخويا، وكنت على طول انا كنت بلعب باسكت وانا صغير، فكل لعيبه الباسكت وجيل كابتن حسيني بالنسبه لي ده كان جيل عظيم في نادي الزمالك. يعني بدايه من كابتن هشام ابو سريع، كابتن ياسر عبد الوهاب، هم يعني اكبر شويه. وانا اسف لقطعك يا مصطفى، يمكن الصوره دي من ضمن الصوره اللي فاتت، والصوره ديت من ضمن الصور الجميله. يعني كابتن ايمن صلاح نجم نادي الزمالك والهاندبول نجم مصر، بص الصوره، يعني الصوره دي على فكره اتلقطت لنا من غير ما نعرف ان احنا بنتصور. هو ده نادي الزمالك اللي احنا بندور عليه، نادي الزمالك اللي احنا نازلين عشانه، نادي الزمالك اللي احنا عايزين الصوره دي، كلنا في بعض الاحساس ده، كلنا في كتف بعض وكلنا بنضحك الضحكه الطبيعيه اللي هي ليست مصطنعه وليست لمصلحه. الصوره اللي بعدها مصطفى عضو مجلس اداره، كنت انا عضو مجلس اداره مشرف على اعتزال كابتن حسيني. لفت الايام بقى كابتن حسيني وانا صغير كنت اقول له ممكن تشيلني عشان احط دنك. والله يا لفت الايام ماتش اعتزاله. الصوره دي شيكابالا نجم كره القدم ومصطفى عضو مجلس اداره، دي الاسره، دي الاسره اللي احنا بندور عليها. ده نادي الزمالك اللي بنقول عليه نادي الزمالك زموره، رمزا الى ده انا في بطوله افريقيا للكؤوس في الهاندبول، دي اللي كانت في المغرب، كنت رئيس بعثه والحمد لله يعني حققنا البطوله. يعني كان بالنسبه لي اليوم ده كان عصيب جدا 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 ان احنا كسبنا فرق جول، وكان ماتش يعني مع الترجي، وقبليها كنا خسرانين السوبر برضو، تحكيم ما كانش احسن حاجه، بس الماتش ده الحمد لله يعني كسبناه، وكان بطولة غالية جدا على نادي الزمالك. الصورة دي برضو دي كانت في اعتزالك دي برضو؟ لا دي كانت بطولة كانت بطولة القاهرة مع كابتن فتحي شحاتة والكابتن مرسي، يمكن دي كانت بطولة الجيزة، كانت بطولة الجيزة مع كابتن فتحي شحاتة والكابتن مرسي. ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، البطولات والروح والتاريخ. نادي الزمالك يستحق الأفضل والأحسن والاستقرار والاحترام. انت علشان كده قررت اللي انت تاخد الخطوة دي تمام، وتاخد انتخابات نادي الزمالك، عشان انت الاحساس ده بقت مفتقده. مفتقده في كل مكان، انت بتخش نادي الزمالك النهاردة بتفتقده في الملعب، بتفتقده في العضو، بتفتقده في الإداري، بتفتقده في المدرب، بتفتقده في اللاعب.
بقيت بتفتقد نادي الزمالك اللي انت تربيت فيه، بتفتقد القيمة والكيان اللي انت شفت كل ايامك الحلوة والجميلة اللي انت تربيت فيها جوه النادي. تمام. طيب قبل ما اروح للأستاذ مصطفى، بسرعة تعريف بس لحسيني سمير، مرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، مدير عام مساعد بإحدى شركات الغاز الطبيعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الخدمات الرياضية، كان مدرب عام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في موسمين 16-17 و17-18، وحاليا رئيس جهاز كرة السلة بنادي حدايا الأهرام. مظبوط كده؟ ده مختصر بنسبة 300% 3000%، لأن أنا أعتبر واللعيب الأكثر من أكثر اللعيبة حصولا على بطولات في نادي الزمالك في كرة السلة. خدت كام بطولة تقريبا في نادي الزمالك كلاعب؟ لا معدي الحاجة و20 بطولة. اللي هي ما بين دوري و يعني أنا عندي 5 دوري وعندي 8 كاس وعندي 3 سوبر وعندي 3 وعندي 8 قاهرة وجيزة وعندي 5 جيزة وعندي لا ده يعني نادي الزمالك لو جيت عديت أنا ممكن أكون معدي الداخل في 30 يعني أو حاجة كده. كتير قوي اللي أنت قلته ده. لا ده في حاجات أنا نسيها من كتر البطولات نسيها يعني. تمام. وكرة السلة في الزمالك مميزه طول الوقت الحقيقه. هو البطل التاريخي والاكثر استحواذا على البطولات في مصر هو نادي الزمالك. وبتشرف ان انا الجيل الاكثر استحواذا على البطولات في ولاد نادي الزمالك. تمام. الجيل طيب ده الاستاذ مصطفى سيف العماري حضرتك. طيب بسبب الجيل ده اتلغى موضوع الاحتراف. يعني اللاعبين ان جيل كابتن حسيني كان فيه 2 لعيبه انا فاكر احنا كنا بناخد كل البطولات سوري ولامين بعد كده جولهم احنا كنا على طول بعد ماتشات الكوره بنطلع ماتش الكوره على الصاله على طول بيبقى عندهم ماتشات. فعايز اقول لحضرتك الجيل ده فعلا من يعني من اعظم الاجيال اللي جت في تاريخ نادي الزمالك للزمالك. تمام. مصطفى سيف العماري مرشح على منصب عضو مجلس اداره نادي الزمالك فوق السن، حاصل على بكالوريوس اداره اعمال، رئيس مجلس اداره احدى شركات السياحه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، عضو الأمانة المركزية للسياحة والأثار بمستقبل بحسب مستقبل وطن، وعضو مجلس إدارة بنادي الزمالك سابق في عام 2000 أو دورة عام 2014. لماذا فكرت أن تكرر التجربة رغم أن أنت في 2014 أعتقد استقلت؟ لا مش 2014، 2016 يعني. 2016 استقلت يعني. قبل الدورة دي استقلت. قبل بطولة أفريقيا، نهائي بطولة أفريقيا. ليه فكرت تاني تستعيد ال بص أقول لحضرتك على حاجة، أنا ما كنتش نازل انتخابات خالص، وبالنسبة لي نادي الزمالك ده بيتي وكل الناس عارفه الكلام ده كويس، ان مش كلام ده بيتي فعلا. مش لازم تبقى عضو مجلس اداره يعني. بالظبط. ان انا يعني انا من خلال وانا عضو مجلس اداره الحمد لله يعني اول حاجه بشكر اعضاء الجمعيه العموميه ان هم انتخبوني في 2014، ودي ثقه غاليه عندي جدا جدا جدا. وانا حاولت من 2014 لغايه ما استقلت ان انا ادي الدور اللي انا كنت نفسي اديه، لغايه ما حصل ان بعد كده حسيت ان الدور ده بيقل وقلت لا ما انا مش هقعد عشان ابقى اسمي مجرد ان انا عضو مجلس اداره يعني. بالظبط. يعني انا في اهداف كانت نفسي احققها لعضو الجمعيه العموميه، وكان نفسي اهداف احققها لجمهور نادي الزمالك، والحمد لله في حاجات استطعت ان انا اقدر ان انا اساهم فيها، وفي حاجات كان خلاص غصب عني ما فيش. برضو خلي بالك حضرتك مجلس الاداره لازم يبقى كله بيساند بعض، كله بيدي مساحه في الشغل. فاول سنه، وده مش كلامي انا يعني، 2014 دي من احلى سنه بالنسبه لي انا شايفها، جت في اخر 20 سنه لنادي الزمالك. احنا حققنا اول سنه دوري، كاس، لعبنا سوبر خسرناه اللي هو ماتش بالضرب بتاع اللي هو ضيعنا بينالتي يعني، وماتش خسرناه. بعد كده احنا ملفات كلها اشتغلنا عليها مع بعض كزملاء، يعني رحاب ابو رجيله طبعا بوجه له التحيه، يعني راجل محترم جدا جدا جدا، مع المستشار احمد جلال، معايا، مع شريف منير حسن، قدرنا ان احنا في ملف الالعاب الصالات ان احنا نشتغل عليه. اول ما رجع يعني اول ما مسكنا ملف الصالات كان كل اللعيبه بره نادي الزمالك او نجوم الزمالك كانوا بره نادي الزمالك، من بدايه بقى من احمد الاحمر، محمد ممدوح هاشم، حسن يسري، كل الكلام ده بدانا نرجع لعبه للطبيعي اللي المفروض يبقى ما يعني المفروض ان هي ترجع للقوه. فقدرنا ان احنا نعمل كده، جبنا اللعيبه كلها الحمد لله، وقدرنا ان احنا نستعيد لعيبه نادي الزمالك، وبدانا ان احنا بقى يبقى فيه من الاول خلاص انت بترجع تاني ان انت عايز تاخد بطولات وترجع تاخد البطولات اللي انت افتقدتها اخر سنين.
فبمساعدة زمايلي في ملف الألعاب الصالات الحمد لله حققنا نتائج. ملف الكورة كابتن أحمد سليمان كان متولي ملف الكورة وكان بيساعدنا بشكل طبيعي وكان بيديني مساحة بأمانة أنا وشريف وأحمد مرتضى كنا تحت السن وكان بياخدنا معاه في, 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 في يعني كذا كذا قاعدة في يعني انهاء عقود بعض اللاعبين لنادي الزمالك كنا بنروح وبنقعد وبنتعلم ازاي ان احنا نشوف ازاي التفاوض ما بين لعيب وما بين مسؤول في نادي الزمالك ودي حقيقه بجد حصلت في اكتر من لعيب. ف 2014 بالنسبه لي كان الموضوع ماشي كويس جدا جدا. الاستاذ هاني شكري طبعا كان داخل بملف الهيكله وبعد كده استقال. دكتور مصطفى عبد الخالق استقال. كابتن احمد سليمان استقال. وانت بعد كده جيت انا استقلت. انتوا الاربعه بالظبط. فبقى انت الاستقالات دي اما بتحصل بعد احداث مباراه امبي كمان كان لها تاثير بالزبط. يعني نفسي عليكم صعب جدا. لا خلي بالك انا هقول لحضرتك حاجه. 2014 انت بتتكلم رحاب ابو رجيله يعني اسمه والناس كلها بتحبه في نادي الزمالك بيديك دافع. النهارده خالد رفعت معاك في التسويق ابن من ابناء نادي الزمالك المحترمين طبعا. فكلنا كنا على قلب بقى يعني كلنا فعلا كنا عايزين نعمل حاجه لنادي الزمالك والحمد لله اول سنه فعلا 2014 فرقت جدا معانا. بس هي المشكله كلها ان انا شايف ان النجاح بيبقى سهل جدا بس استمراريه النجاح بيبقى صعب. تبقى عايزه شغل اكتر بتبقى عايزه الناس تقفل على بعضها وتفاهم وانسجام بالظبط. ان احنا يعني انا عايز اقول حاجه انا ما بحبش اطلع خالص بجد في الميديا خالص يعني هتلاقيني وانا من 2014 ل 2016 ما طلعتش غير مره او مرتين. ان انا شايف ان الميديا او عامه اما بتبقى الاعلام بيدخل يخترق نادي بتبدا من هنا مشاكل النادي بجد بتبان. يعني بتبان ان انت النهارده بتبقى خلاص الناس عايزه تعرف اخبار. لا هو مش الاعلام لما يخترق. هو الاعلام ده دوره ده حقه طبعا. هو وسيله نقل. انت عضو مجلس اداره وفي 90,000 عضو دلوقتي في النادي. أوكي. مش معقول انت هتتواصل يوميا مع 90,000 الاعلام يبقى. بس المهم ان انت بتستخدم الاعلام انت كمسؤول تطلع في الاعلام برضه تقول ايه يعني. هل انت بتطلع تفشي اسرار وتعمل خناقات وتتعارك وتقلل من بتكلم في النقطه دي ولا انت استاذ محمد مش بتكلم في النقطه دي ان انت النهارده بتبقى عندك ملفات ما ينفعش اصلا يطلع منها اي معلومه. فما بيبقى في عضو بتطلع منهم معلومه يعني بتأثر. القصه بتبقى في الاداره مش في الاعلام. انا بتكلم الاعلام بيستخدم ده الاعلام ده دور الاعلام ان هو زي هو ما بيستخدم الاعلام هنا بالزبط. علشان خاطر بقى بالزبط. يعمل حاجات اهداف معينه بالظبط. فانا عايز اقول 2014 كان بجد كانت سنه كويسه جدا جدا. دخلنا 2015 كان استقال هاني شكري وبعد كده مهندس مصطفى فبدات بعد كده المشاكل واحده واحده تبان. فانا حتى هقول لحضرتك على حاجه. انا كنت يعني قبل ما مطلع بعثات او قبل ما اطلع بطولات مع الهاندبول ورحاب طبعا يعني احنا الاثنين كنا بنطلع مع الهاندبول اكتر اتنين يعني معسكرات خارجيه وبطولات. احنا النادي استلمناه النادي طبعا كان ما فيش اي حاجه خالص. فعايز اقول الفتره دي كان رئيس النادي بيوضب النادي وكان هد الجيم بتاع الاستاذ هاني العتال وهد كذا جيم يعني كان بيجدد في النادي. وبيجدد ولا بيقفل اي حد عامل اي حاجه؟ لا لا عامه يعني هناخدها بالمحضر الجميل هنقول يعني ان هو بيجدد. فكان كل حاجه بتتهد في الوقت ده وانت عندك بطولات. وكابتن ايمن صلاح شاهد على كلامي كان ساعتها هو المدير الفني لفرقه الهاندبول ان احنا بدانا بقى نشيل الاجهزه دي عشان تقدر اللعيبه تتمرن. فاخدنا جزء من الصاله المغطاه صاله واحد اخدنا جزء في ظهر الصاله عشان نقدر نحط الجيم عشان اللعيبه تتمرن عشان تطلع المعسكر وهي متمرنه. فعايز اقول لحضرتك ان كان في كمان حاجات بتتعمل بطريقه مش ده المطلوب ان هو كان يتعمل في التوقيت ده. نادي الزمالك يعني مش ده نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي طول عمره يعني منظم وكل امكانياته موجوده وكل يعني حتى ما انت عايز تيجي تعمل حاجه لازم تبقى على الاقل عندك البديل. يعني انت بتبقى مجهز البديل عشان اللعيبه تتمرن وتاخد كل حقوقها. طب اللي انا عايز اقول ان تجربتك ما اكتملتش بسبب ان انا بقول لحضرتك كان في بعض المشاكل. وانا لما مشيت الحمد لله عشان برضو اعضاء الجمعيه مواهب متاكدين من اللي انا عملته ان انا ما مشيتش وخلاص. ما قلتش انا هربت من مسؤوليه عشان انا مريض ولا انا عندي شغل ولا بالعكس ده انت كده أنا عملت استقاله مسببه. بالعكس انت كده احترمت الجمعيه العموميه. احترمت انا يعني الوحيد اللي عملت استقاله مسببه من يعني من لانك ما قدرتش تدي اللي هم يعني اللي هم واثقين فيك بيقولوا عليك جابوه ما قدرتش تدي ده. وانا كنت شايف انا وانا شايف ان كان في اخطاء
كان لازم ان انا اقولها قبل ما امشي عشان ده احترام لعضو جماعه عموميه اللي هو جه يوم الانتخابات وحط صوته لمصطفى، فكان لازم من الطبيعي ان انا اقول انا ماشي بسبب ايه. طبعًا. وده انا وصلته لكل الجهات المسؤوله، جهه اداريه، مجلس الشعب، يعني عملت الاستقاله المسببه وبعتها لكل الجهات المسؤوله. فانا عملت دوري في 2014. الوضع ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي في المجلس، ان انا كنت داخل على اساس ان انا واحد تحت السن هتعلم، اشوف مجلس اداره ان انا من خلاله ما لاقيش استقالات، ما لاقيش فيه انقسام، فحصل خناقات. فاول ما حسيت ان كابتن احمد في ملف الكوره نجح وحصلت مشكله، وبعد كده فلان كمل القصه دي وحصلت يعني مش نفس النتائج، حصلت مشكله اكبر، بعد كده هاني مش يعني هاني، وبعد كده كابتن احمد او مصطفى عبد الخالق، وبعد كده دكتور مصطفى او كابتن احمد، فانا عايز اقول لحضرتك المشكله بدات من هنا. فانا لقيت نفسي بعد كده لا، انا لو قعدت مش هقدر يعني اكمل بالشكل المطلوب، او مش هقدر اادي اللي انا كنت داخل عشان اعمل حاجه حلوه لنادي الزمالك. الوقت عايز تستعيد؟ مش عايز استعيد، انا ما كنتش بفكر خالص النزول الانتخابات، بس لما لقيت المجموعه اللي انا اشتغلت معاها في 2014 هي اللي هتكمل وهي اللي هتشتغل، وناس انا عارفها كويس، وناس انا اشتغلت معاهم، يعني الاستاذ هاني شكري راجل محترم جدا 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 جدا، وراجل بجد يعني من الناس اللي فعلا المفروض تبقى متواجده في نادي الزمالك. يعني هو راجل فاهم في حته الماليات شويه قوي، فهو المفروض يبقى موجود في الحته دي. كابتن احمد اجتهد ومسك ملف الكوره ونجح فيه في 2014، وعلى المستوى المهني هو راجل يعني اخد بطولات افريقيا، ويعني السي في بتاعه كمان محترم جدا جدا. هاني شكري نفس القصه، كابتن هشام نصر طبعا، يعني كابتن هشام يعني اتحاد الهاندبول عمل انجازات كبيره جدا 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 لاتحاد الهاندبول، اول بطوله كاس عالم في عهده منظمها في مصر، لا غير التنظيم اللي احنا حصلنا عليها، حصلنا على بطوله كاس عالم في تواجده في ناشئين. فكابتن هشام طبعا يعني سي في كبير جدا جدا. فلقيت المجموعه طبعا غير دكتور عبد الله جورج، ده يعني زي والدي بجد، يعني راجل، ودكتور مصطفى عبد الخالق، فمجموعه كلها انا اشتغلت معاها، وكابتن حسيني زي ما بقول لحضرتك اخويا، وعلى طول مع بعض في النادي وبنتكلم مع بعض في مشاكل النادي. فكل المجموعه وفي تحت السن معاكم طبعا، دول بقى انا دول بقى دول قصة تانية، عشان دول أنا بعتبرهم فعلا إخواتي الاتنين. محمد طارق أول ما يعني محمد طارق طبعا في النادي على طول هو سامع، بس محمد طارق بالذات يعني محمد طارق صاحب أصحابي قوي، فأنا ما كنتش أعرفه، بس يعني أنا جيل أكبر منه، بس لما عرفته وشفت فيه نفس الحماس اللي انا كنت شايفه في نفسي في 2014. فبالنسبه لك اكتشاف؟ لا مش اكتشاف، حاسس ان هو متواصل، يعني عندهم ميزه الاثنين. سامح كمان عنده ميزه، يعني بسم الله ما شاء الله سامح من الناس المحترمه، عنده ميزه ان هو بيعرف يتواصل مع العضو، وده مهم جدا جدا طبعًا جدا طبعًا. ان انت تبقى شاب وبتعرف تتواصل مع الاعضاء وتوصل صوت الاعضاء على ترابيزه مجلس الاداره، ده مهم جدا جدا جدا. فالاثنين ان شاء الله بتمنى لهم التوفيق بجد، ان هم يستحقوا ان هم يبقوا موجودين. و انا عايز اقول حاجه في قصه الشباب، شباب المره دي يعني كل مره العدد بيزيد في الانتخابات، يعني انا لما نزلت 2014 كان في 7 أو 8 مرشحين، النهارده حضرتك بتتكلم في 17. 17 فعلا في ناس كتير جدا 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 تستحق فعلا تبقى موجوده داخل، وده يبشر مستقبل كويس لنادي الزمالك. طبعا. طيب كابتن حسيني، قبل ما ارجع لك ونتكلم، انا عايز اوريك تقرير، خلينا نبدا من الاخر، الحدث النهارده اللي حصل. تمام. انتوا كقائمه عايزين تتواجدوا في النادي وتعقدوا مؤتمر صحفي، هدفه ان انتوا تتكلموا عن برنامجكم الانتخابي اللي انتوا من خلال الميديا تتواصلوا مع اعضاء جمال العموميه. تمام. عرفنا انه حصلت لكم مشاكل النهارده، الكهرباء قطعت، معرفش الترابيزات عامله ازاي، خلينا نشوف التقرير وبعدين هطلب تعليقك عليه. نشوف التقرير. في داخل أروقة القلعة البيضاء اجتمع أبناء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا لعرض البرنامج الانتخابي استعدادا لخوض السباق، لكن ما حدث أن الأمور تبدلت
فتم قطع الكهرباء بمجرد دخول القاعة، وذلك بخلاف المناوشات التي حدثت من أعضاء النادي في محاولة لإفساد الأمور. أعضاء قائمة نادي الزمالك بالكامل لم يكونوا راضين عن ذلك، مما دفعهم للتعليق عما حدث، ولم يتم عرض أي بنود من البرنامج الانتخابي. أنا شخصياً رجل رياضي وبحترم جداً أن التنافس يبقى جوه الملعب وتبقى فيه حيادية في المنافسة. عايز أقول لكم حاجة، أول بند في البرنامج الانتخابي بتاعنا، أول بند استعادة بريق وسمعة نادي الزمالك. هل حضراتكم شايفين الوضع اللي احنا فيه ده يليق باسم نادي كبير اسمه نادي الزمالك؟ الحقيقة انا كنت متصور حاجة تانية خالص لليوم ده، متصور انه يبقى فيه حيادية وفي قانون بيحمي ناس قررت ترشح لانها تخدم ناديها. انا كنت عارف انه الحقيقه وجاي لنا اخبار كبيره كتيره، يعني انه في توتر في المجلس اللي موجود او الجبهه الثانيه، والحقيقه ده واضح في استطلاعات الراي اللي موجوده. استطلاعات الراي تقترب من 70-30 لصالحنا، وده معناه وعي كبير للجمعيه العموميه ووعي كبير من جماهير نادي الزمالك. انما لم اكن اتصور انه التوتر يوصل بيه للدرجه دي، انه يتعمل الحركات اللي لا تليق ابدا بنادي الزمالك ولا بمجلس اداره نادي الزمالك. والحقيقه ده مش مجلس اداره اللي يعمل كده، ده اللي حضرتك شفتوه النهارده، ده مش مجلس اداره ابدا. وازاي يكون امين على نادي بحجم وتاريخ وعراقه نادي الزمالك؟ اعتذرت لان المنظر النهارده اللي انتم شفتوه ده لا يليق بنادي الزمالك، وده انا كنت متنبئ بيه وكنت متاكد ان ده هيحصل طبعا. فان احنا نقف على الباب وان احنا نتمنع وان نور يقطع زي ما انت شايف، لا، ده قرار حاجات خلصت من سنه 60 يعني مش ممكن. حتى انت بتحترم نادي الزمالك لما يبقى منظرك الحضاري كويس يبقى انت حاجه كويسه، انما المنظر اللي حصل النهارده ده انا مش مصدقه. التنافس ومبدا تكافؤ الفرص وغيرها من المصطلحات التي لم تكن حاضره اليوم. والسؤال الذي يتبقى، هل ما حدث في مصلحه القلعه البيضاء نادي الزمالك ام لا؟ الاجابه متروكه لكم. عمرو ابو جبل، بوكس تو بوكس. حصل اتفاق ان المؤتمر كان يوم السبت وتأجل اكتر من ميعاد لغايه اما النهارده استقرينا على يوم الخميس، لانه تأجل اكتر من مره لاي معوقات اخرى يعني. للاسف جينا الصبح في ناس عايزه تيجي تشجع المؤتمر، واحنا داخلين على الباب لقينا في ناس ممنوعين معاهم كارنيهات. امن النادي موجود، وامن بودي جردات موجود، وامن بلغت انا بيه من المسؤولين ان في امن خاص موجود. فالامن المخصوص الفاصل ده المفروض يفصل بين اي حد. البودي جاردات موجوده، الامن النادي موجود، والشركه الجديده موجوده. انا مش عارف كنتش هتعامل معاه. دخلنا القاعه، ده منظر الترابيزه داخل نادي الزمالك النادي العالمي. بص عليها حاجه، عليها لازم حاجه بص، ويكون كراسي محترمه تليق بشخصيات القايمه وبتاريخ نادي الزمالك. الكهرباء مقطوعه. جه السيد اللواء علاء مالد، قلت له يا فندم دلوقتي فيهم، احنا عايزين نخش، وفين الكراسي؟ قال طب هروح اجيب سياده اللواء عضو مجلس اداره اللي هو لواء شرطه، وزميل ليه هاني عباده الزول لواء شرطه، في مؤتمر في نادي الزمالك اتشتمت في وجوده، وما انا لواء شرطه وعيشه عمري، ومحدش رد. خوفا من شخص، اتنين لواءات شرطه للاسف، خوفا من شخص بتشتم قدامهم وهم واقفين. عمرنا ما سمعنا عن مصطفى يونس اللي هاجم من النادي الاهلي وتوقف. عمرنا ما سمعنا عن نجوم في النادي الاهلي طارق وزيت وهاجم من النادي الاهلي وتوقف. احنا هنا اللي يفتح بقه يتوقف. العامل الموظف الغلبان اشتغل عليه، افصل العضوية، الناس جاية تستمتع بالنادي عشان ولادها، اوقفوا ما تدخلوش، أذلوا وأذل أبنائه وأذل نجوم الزمالك. للأسف على مدار 7 سنين إحنا مجموعة محترمة بتنتمي لنادي الزمالك، بتحب نادي الزمالك، عشان كنا جينا ننقذ نادي الزمالك. الدولة المصرية ما تأخرش في أي حاجة، السيد الوزير وكيل السيد الوزارة حضينا أكتر مرة اجتماع، لكن للأسف هذه الإدارة المتعندة لا تكبر لأحد، واحنا شفناه على مدار كتير، تعدى على مسؤولين في الدوله ورؤساء وزراء وضباط وناس مسؤوله وناس اعلاميين وناس راضيين، ولن يحاسب. هحكي بس واقع سيئه هنا جدا، انا بقولها لمصر كلها والعالم. اما يكون في محامي
وانا راجل داخل مكتب وزير الداخليه ووزاره الداخليه من 95 ل 2020، يعني 25 سنه داخل ديوان وزاره الداخليه. اشتغلت من اول حسن بيه الالفي حتى السيد الوزير الحالي محمود بيه توفيق، يعني داخل ديوان وزاره الداخليه. وراجل نجم كوره ثلاث اوسمه من الدوله وعلى اعلى مستوى وراجل مشهور. ان يجيب واحد ولد عنده 17 سنه لاعب ويجيبه يقول له اتهم زور على احمد سليمان، الولد ده جه بعد كده اعتذر لنا، وبكره تسمعوا اعترافات الولد اللي انا خدته منه 150 الف جنيه وما عمره ما شفته. عشان كده ما وروش حاجه غير يفصل موظف غلبان، غير يرفض مدرب، يمسك نجم كوره في نادي الزمالك. وسمعنا كتير اسماء نجوم الزمالك عمل معاه واحد، انا كنت اسف كان برنامجنا ان احنا لا نتعرض لاحد، وشفتوا انتوا كل البرامج ما بيجيبش سيره اي حد خالص ولا بنتكلم عليه. لكن بعد الموقف النهارده وانا في حل مع اي مسؤولين، والنهارده في اجتماع ليه هو مع الاجهزه، انا وقائمتي وكل مريدين اللي ضغطوا عليا هحضر الاجتماع النهارده. ليه ما يطلع بره النادي ويجي لجنه محايده تدير نادي الزمالك المحترم، يجي الدكتور اسماعيل سليم وبجاسر حسن بيسار يفيد رابطه الانتخابات اسبوع عشان الناس تاخد حقوقها. كابتن حسين سمير تعليقك على اللي حصل النهارده. خلينا الاول بس نحكي القصه كما حدثت زي ما بيقولوا. يعني احنا المفروض المؤتمر كان هيبقى يوم السبت اللي فات، ونظرا للتجهيزات ونظرا لبعض التعنت في التجهيزات والقصص دي، لان انا كنت مكلف من قبل القائمه بالتواصل مع اداره النادي المتمثله في الاستاذ محمود خالد مدير الشؤون القانونيه بنادي الزمالك والاستاذ شريف حسين المدير التنفيذي لنادي الزمالك. قعدت مع الناس واحنا عايزين الامكانيات بتاعت نادي الزمالك ونظهر نادي الزمالك بالمظهر اللق كويس، وتم فعلا الاتفاق على بعض البنود. في بنود كانت هتيجي من بره، احنا كنا طالبينه ان هيبقى في زي ترابيزه هيتحط عليها علم نادي الزمالك وهيتحط الكراسي، واحنا البانرز بتاعنا هيتحط عليها من ورا، والسجاجيد اللي اتحط في الارض عشان نحافظ على الصالة، لأن اللي عرض من قبل إدارة نادي الزمالك أن المؤتمر يتم عمله في الصالة. اتفقنا على الكلام دوت. كان في بعض الأدوات اللي هتم احضارها من الخارج عن طريق الفراشة المكلفة بإدارة النادي متعاقد معاها. فوجئنا بالليل أن تم إلغاء الاتفاق من قبل إدارة النادي على احضار الحاجات دي، فبناء عليه تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاث. لبعض التجهيزات الأخرى ومع التواصل مع الكابتن احمد سليمان وكابتن هشام نصر ومستر هاني شكري مع معالي الوزير ومع مديريه شباب والرياضه، تم التاجيل الاخير ليوم الخميس. بناء عليه تم عقد الاجتماع التنسيقي ما بيني وما بين اداره نادي الزمالك المتمثله الاثنين برضو نفس الاستاذ محمود واستاذ شريف، وتم الاتفاق على أقل الأقاليل زي ما بيقولوا. تم الاتفاق على أن هيتم إحضار الكراسي اللي موجودة في المقصورة هتتحط في أرضية الملعب، وهم حوالي 10 كراسي بالظبط اللي احنا طلبناهم هينزلوا من المقصوره ويتحطوا من مقصوره الصاله. يعني مقصوره الصاله يعني انت مش سلمه يعني يعني انت مش هتطلب، مش طالب ان انت تجيب حاجه من بره. الترابيزات اللي متواجده اللي رئيس النادي بيعمل مؤتمر تتفرش قدامه بنفس المفرش، لا اكثر ولا اقل من ذلك. احنا تم التعاقد مع مسؤولي ميديا ان احنا جبنا شاشه عرض عشان عايزين نعرض البرنامج بتاعكم، نعرض البرنامج ونوري اعضاء نادي الزمالك ان هم يستحقوا فعلا اكتر من كده كمان، ان القائمه بتحترمهم وعايزه توصل لهم الرساله ان ده نادي الزمالك الجديد، ان في باوربوينت بيتعرض عليه البرنامج
اللي تم الاتفاق عليه ان بكل بند من بنوده لابد ان يكون قابل للتنفيذ، ليست وعود كاذبه وليس وعود حالمه، ولكن هي بنود قابله للتنفيذ على ارض الواقع، وكل واحد موجود في القائمه قادر على تنفيذ البرنامج دوت. اتفقنا على الكلام ده كله، اتفقنا ان هيحصل ان الحاجات دي هنحاول نفرش الوضع من بالليل، وبناء عليه خلاص خلص الموضوع، ما فيش ادنى مشكله. احنا جبنا حتى الساوند، جايبين الساوند من بره، المايكروفونات من بره، كل حاجه من بره، ما فيش حاجه من جوه اداره نادي الزمالك غير النور والترابيزه والعشر كراسي. تمام. انا متواجد في نادي الزمالك من الساعه 8 الصبح النهارده. انا بالظبط كنت على بوابة نادي الزمالك الساعة 7:30 على ما جت المجموعة المكلفة من شركة يعني. شركة الميديا التنظيمية ان هي اللي هتنظم اليوم. جولي الساعة 8، انا 7:30 بالظبط كنت على البوابة، 8 جوه النادي، من 8 ل 9 مع ادارة النادي او الامن المكلف. انا قدامي بالظبط استاذ شريف حسين، تم الاتصال بالعلاقات العامة ومسؤول الأمن اللي بتسهيل المهام لإقامة المؤتمر. فوجئت الصبح إن إدارة الأمن اللي واقف على البوابة ما عندوش أي تعليمات. تواصل مع المسؤولين عن طريق التليفون، أغلب التليفونات مسؤول الأمن، الاتصال بين العلاقات العامة ومسؤول الأمن، مدير العلاقات العامة. طبعا استاذ شريف هو مدير عام تنفيذي النادي، فبناء عليه هو بيتصل بالادارات المعنيه عنده التنفيذيه لتسهيل المهام. تمام. كل حاجه كانت بالليل بيرفكت. تمام. القعده تمام، ود ومحبه، اتفاق ود ومحبه وما فيش ادنى مشكله. فوجئنا الصبح وانا داخل ده طبعا زحمه على الباب وانتوا بتحاولوا تدخلوا او الناس بتحاول تدخل، وكان يعني. من ضمن الاتفاقات، من ضمن الاتفاقات بس عشان بس الكلام الناس اللي بتتكلم واللي اتقال النهارده في المؤتمر اتعمل بالليل من قبل اداره النادي ان في تهجم وفي الكلام ده كله، لا كان الاتفاق بالظبط كده. الاتفاق كان عباره عن شقين، شق تجهيزي وشق تنظيمي. الشق التنظيمي ان كل من يحمل كارنيه اعلامي او صحفي سوف يتواجد ويدخل من على البوابة، وده الكلام ده اللي هو احمد سليمان متفق مع الوزير عليه، وان كل الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي وكل اعضاء الميديا اللي هم معهمش كارنيه، ولكن النهارده مصر كلها عباره عن سوشيال ميديا، فالنهارده مش هتقدر تحكم مين معاه كارنيه صفحه على الفيسبوك. فتم الاتفاق باعداد كشف باسماء محدده، ده يجي على الباب يشوف الاي دي بتاعه، مع السيد اللواء حسن موسى مدير الحمله للقائمه، وهو راجل لواء شرطه وراجل كان يدير نادي الزمالك في القريب فيعلم كل كبيره وصغيره فيه. وتم الاتفاق ان الحرم بتاع الصاله ده حرم هيبقى مخصص امنيا، ان الاعضاء اللي هتبقى تيجي او المدعوين مش هيتخطوا جوه النادي، هيخشوا الصاله من البوابه ويخرجوا على البوابه على طول، مفيش دخول جوه النادي خالص، ويتعمل كاردون امني. تمام. وده الاتفاق اللي تم ما بيني وما بينهم. تمام. فوجئت الصبح اولا تعنت في الدخول لغايه لما الساعه 9 وربع او 9:30 سمح لي الادوات ان هي تدخل. ابتدينا نفرش البانرز ونبتدي نحط نركب الشاشه. فوجئت ان مفيش اي حد من العلاقات العامه، مفيش حد موجود. فجاه ظهر شخص يدعى محمد من العلاقات العامه. كابتن انا مكلف من الاداره ان انا مع حضرتك، حضرتك عايز انت ما تعرفوش اساسا. انا كنت اول مره اشوفه النهارده، بس هو واضح ان هو من العلاقات العامه يعني. قلت له انا كل الاتفاق اللي بيني وبين اداره النادي كذا كذا، النادي المتمثله في استاذ شريف، اني انا عايز بالظبط 5 ترابيزات، عايز 3 سجاجيد يتحط تحت الترابيزات، و10 كراسي من المقصوره. من الساعه 9 وربع لغايه الساعه 10:37 دقيقه، لان انا كنت بكلمهم بالدقيقه، 10:37 دقيقه مفيش اي حاجه جت. الساعة 10:37 دقيقة جم 3 سجاجيد بالظبط، يمكن انا حتى اللي فارشهم بايدي انا واللواء حسن موسى، ماشي لان اتحطوا في الصالة، الخدمات المعاونة حطيتها ومشي. تمام، كل الكلام ده ما عنديش مشكلة خالص فيه.
طب الترابيزات، طب الكراسي، وكان وقتها النور شغال مفيش مشاكل، النور كان شغال. لا النور هو برضو لازم يتقال المظبوط، النور اول ما دخلت الصالة الساعة 9 النور اترفع، الصالة كانت الظهر لغايه ما فرشت الترابيزات اللي هي مفيش ترابيزات فرشت، مفيش حاجه اتفرشت. المنظر هو هنا باين اي ترابيزتين، ترابيزتين بالظبط. الامن اللي خدمات المعاونه جابت ترابيزتين، وكان ظهر في الوقت ده استاذ محمود خالد واللي هو علاء مالد. طبعا كانت القائمه ابتدت تدخل، لان احنا كان معادنا دخلنا من على البوابه الساعه 10:30 علشان المؤتمر يبتدي الساعه 11 تمام، لغايه 10 ال 11 الا 10 دنيا مفيش اي حاجه جوه. يا جماعه احنا كل اللي طالبينه المفرش والكراسي، مش طالبين اكتر من كده، احنا جايبين الميكروفون وجايبين الساوند وجايبين كل الشاشه، مفيش حاجه، هي انت المفرش والترابيزات، والترابيزات موجوده، والناس اللي هتفرش الساوند سيستم وكل الكلام دخلوا، دول بتوعنا دخلوا خلاص، دول دخلوا وفرشوا، دول دخلوا وفرشوا ادواتهم، وباين في تمام باين في الصاله البانرز اتركبت، الشاشه محطوطه تمام بالظبط 11:07 النور نزل، ممنوع حد يدخل من بره، لا احنا ما عندناش تعليمات ان حد يدخل، اصل ده فلان موقوف، اصل فلان ممنوع، اصل فلان، اصل فلان، ايوه انت انا مدخلك بكشف، ما حدش هيدخل جوه النادي. الاتفاق التنظيمي اللي ما بين القائمه المتمثل فيا وما بين اداره النادي التنظيمي والإعداد بالنص ان اللي هيدخل بكشف احنا متحملين مسؤوليته كاملة، هيدخل من بوابة النادي تحت الحراسة الأمنية على الصالة، ويخرج من الصالة بعد المؤتمر على الخارج. تمام. فوجئنا باختفاء جميع الخدمات المعاونة وكل ما يخص الصالة، مفيش حد قطع ومفيش اي حد، والمسؤولين اللي كانوا معاكم بقى سواء مفيش حد موجود، علاء مقلد او مفيش اي حد موجود، حد خالص. ابتدت بعد طبعا ما حصل المنظر اللي حضرتك شفته، طبعا حصل موقف يمكن انا شاهد عليه امام الله قبل اي حد. تم في السيده دي احنا يمكن قابلناها في النادي جوه النادي قبل كده يوم الجمعه اللي فاتت، وقفت اتكلمت معانا، انا لا مع ولا مع ضد، انا صعيديه، انا حره تمام، وقالت فيما فيه الكيف، وقالت طلباتها كلها، وقالت. انا فوجئت امبارح وانا عند مكتب مدير عام النادي في الدور الثالث، هي كانت متواجده فوق وقاعده مستنيه. فوجئت النهارده الصبح هي بتحاول تقتحم المؤتمر بصوت عالي بالفاظ غير طبيعيه، بنفس الجملة، أنا سعيدية لا مع ولا ضد. طبعا كان منظر، أنا طبعا بالحسابات دي موجودة امبارح وموجودة النهاردة الساعة 8 الصبح، طب ازاي يعني 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 أنا لا أتهم أحد، ولكن الاستحالة تبقى صدفة. حضرتك موجودة امبارح، أنا ماشي من عند مدير عام التنفيذي النادي حوالي الساعة 10 بالليل، وانتي موجودة فوق وبالليل، والتاني يوم الصبح الساعة 9 الصبح ولا الساعة 10 الصبح انت موجودة في النادي تعملي نفس اللقطة. فالموضوع فيه حاجة مريبة. مع طبعا المنظر اللي كل الناس شافته دوت، اللي هو لا يليق بنادي الزمالك. ناهيك عن اللي انا بحكيه، انا بحكي الموقف. الموقف ليه؟ علشان هو ده اللي حصل. انا شفت صور فيها جردات وفيها يعني، ما هو دلوقتي نادي الزمالك انقسم الى 3 ادارات امنية. الادارة الامنية المعينة من قبل إدارة نادي الزمالك، الموظفين المؤمن عليهم الأمن، إدارة النادي، الشركة الخاصة اللي جت مع قدوم المجلس الحالي ورجوعه. زي دي مثلا الصورة دي كده، ده بص انت هتلاقي ثلاثة يونيفورم. ممكن بس أعقب حاجة، ممكن أعقب في حاجة بس عشان انت بس نسيتها يا حسين. في مشكلة هنا برضو ان حضرتك كل بس انا عايز وصف للصورة دي، ما انا بقول لحضرتك تعقيبا على الصورة. بص القصة كلها يا فندم ان اللي داخلين كلهم معانا كمان بعد ما احنا داخلين اعضاء جماعة عمومية، فالناس فجأت بيدي الكلمة للأمن بيقول له أنت موقوف، بيطلع ورقة أنت موقوف. طب بناء يعني إيه قرار الوقف؟ توقفت إمتى؟ فين؟ لا أنت موقوف ده فجأة دلوقتي فهذه القصة كلها، إن النهاردة في ناس كانت معانا مؤيدة للقائمة داخلة أعضاء جماعة عمومية، الناس كلها لا أنت مش هتدخل النادي. لا بس هو عشان أضيف حاجة بس يا مصطفى أنا آسف، يعني ما هم اللي داخلين
اصحاب صفحات. هو بس عشان اصل الجمله يتقال لك ايه، احنا قلنا مفيش اعضاء، ماشي احنا متفقين ان الميديا هي اللي هتدخل، الناس اللي حاولت تدخل اعضاء عندهم صفحات، فهو اوريدي يعني هو محسوب على السوشيال ميديا، لكن في نفس الوقت عضو جماعه عموميه. خلينا نقول خلينا النهارده السيد رئيس النادي عمل مؤتمر وكان فيه اعضاء، تمام انا في اعضاء سؤال واحد بس، انا بسال معاك جاوب على السؤال ده، انا بس بتجاوبني ما كانش فيه. هو عايز يقول المعامله ايه المعامله، يعني مش كان النهارده السيد رئيس النادي عامل في نفس الصاله النهارده بالليل؟ لا دي كانت دعوه ثانيه، دي كانت دعوه للساده اولياء الامور جميع الالعاب الرياضيه، يعني وهذا مخالف لبندين، البند الاولاني اللي هو قاله ان مفيش دعايه انتخابيه ومفيش دعوات انتخابيه، وتم عمل مؤتمر انتخابي للاعضاء. القصه اللي انا بتكلم فيها مصطفى حاجه واحده، خلينا بنقول احنا كنا سالكين المسلك الشرعي والاتفاق، الاعضاء دول مش مجرد اعضاء جايين، لا هم صفحات سوشيال ميديا زي صحفي موجود لكنه عضو نادي يا فندم، ما هو وارد يبقى صحفي وعضو نادي، وعلى فكره كان في صحفيين اعضاء من نادي كتير جماعه عموميه، هو ينفع يا فندم فممكن يبقى موجود بصفته الصحفيه تمام، لكنه في نفس الوقت عضو جماعه عموميه يعني تمام. لكن عضو جماعه عموميه فقط ما جاش، لا عضو جماعه عموميه ده كان احنا كنا متفقين، وكابتن احمد كنا متفقين على ان الاعضاء جماعه عموميه ده مؤتمر اعلامي خاص لصحفي لاعلان القائمه تمام، واعلان البرنامج الانتخابي فقط لا غير ولا التطرف. انا بقى عايز اقول لحضرتك نقطه تانية، حتى لو المؤتمر صحفي هو الصحفيين احنا هندخل كقائمه والصحفيين مستنيينا، ده عضو جماعه عموميه داخل من نفس البوابه تمنعه؟ لا طبعا. انت فاهم بتكلم فيها استاذ محمد، يعني انت ده كده كده حق، يعني هو ما فيش قرار وقف دي عشان انت تقعد تتكلم معاه. لو انا ما اعرفش عضو جماعه عموميه حضر حتى المؤتمر المشكله يعني لا يعني هو ما كانش فيه مانع من الحضور، ولكن افرض عضو جماعه عموميه دلوقتي انا ماشي في النادي وحابب اخش المؤتمر، دي اللي مصطفى بيتكلم عليها. انا بتكلم في كده يا فندم، انت النهارده بعدك بعد مصطفى فندم بعد اللي حصل بالظبط، احنا طالعين خلاص مؤتمر وخدنا قرار طبعا قائمه، يعني كابتن هشام و كابتن احمد سليمان قعدنا واتفقنا خلاص مش هنقدر نعمل بالشكل ده، ان احنا فعلا تعبنا وعملنا مجهود بقى، ان انا واحد من الناس والله ما نمت انا وكابتن حسيني، انا بشتغل في حته وبيشتغل في حته بس في يعني في القايمه وكلنا بنشتغل لبعض في القايمه، فاحنا تعبنا يعني حسيني كابتن حسيني اول امبارح بقالنا يومين بنحضر وقاعدين وعارفين والناس كلها مستنيه البرنامج الانتخابي، احنا مقدمين حاجه محترمه تليق بنادي الزمالك، فتخيل المجهود ده كله اللي انت قاعد بقالك 3 4 ايام بتجهزه من يوم المفروض كل مره بيتاجل بسبب القصص ان انا ما عنديش الحاجه اللي اقدر افيدك بيها، فاحنا رحنا لناس متخصصه عملت لنا اليوم ده، احنا كنا عاملين بروفات على الكلام ومين اللي هيقدمنا بقى مين اللي هيقدمنا معاش كابتن حسين، انتوا عايزين الموضوع يطلع كويس. احترام للعضو، احنا احترام العضو، احنا كنا واقفين كل واحد فينا بيعيد هو هيتكلم ازاي للعضو، انت هتقول له ايه اللي انت المفروض تقوله للعضو، يعني ايه الصدق اللي انت لازم تقوله، ما تحاولش توعد العضو بحاجه ما هياش موجوده تمام. تكمله للكلام بتاع مصطفى، يعني يمكن كان مصطفى ماسك الملف، يمكن احنا كنا مقسمين الملفين بالذات بين انا ومصطفى، مصطفى كان بيدور على مين يليق باسم وكيان نادي الزمالك يقدم البرنامج. فحصل ان احنا في الاخر لقينا ان اكتر واحد ممكن يمثلنا حد من القائمة سامح الخوانكي، فكان الموضوع هيطلع بشكل حلو ان احنا كمان التقديم من خلال قائمتنا سامح تحت السن واحد فيكم. واصغر واحد وكان هيقدمنا، فكانت هتطلع بشكل حلو جدا جدا جدا، وده اللي احنا عايزين نوصله، احنا كلنا بنكمل بعض يعني حتى لو في اي مشكله احنا هنعرف نتصرف وهنقدر نبقى قدم مسؤوليه. فسامح كان فعلا صاحي من بدري وقاعد محضر، ورحنا وحضرنا الاسئله ما نمش لا ما نمش يعني انت فاهم حضرتك يا استاذ محمد، ففعلا احنا تعبنا. وانا عايز اسال فين المشكله، هي ايه اساس المشكله يعني بعد اذن حضرتك فين المشكله؟ احنا النهارده قايمه بتقدم نفسها لاعضاء الجماعه العموميه، حقها ان هي تقدم قائمتها كل القوائم وكل المستقرين وكل انديه مصر في كل انديه مصر يعني يا جماعه يعني والجماعه العموميه بتختار اللي هي عايزاه. لا واحنا بنقول نقطه مهمه قوي، اللي هو مصطفى تكمله للجمله بتاعت مصطفى، هو النهارده احنا عايزين نوصل مسج للناس والاعضاء الجماعه العموميه والمصر نادي الزمالك، حتى لو في خلاف وتنافس على كرسي، وده انا ضده، هو مفيش تنافس على كرسي، مفيش خناقه كرسي، هو احنا يا جماعه بندور مين يدير نادي الزمالك بكل احترام وكل رقي، وتختاروا جماعه، ولكن القصه كلها احنا بنقول ايه،
ادي نادي الزمالك يا جماعه، ادي الشكل الجميل احنا عايزينه. الشباب الصغير يعني النهارده لما تبقى في قامات في 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 قايمه زي كابتن احمد سليمان، زي كابتن هشام نصر، مستر هاني، التاريخ عبد الله بي جورج، الناس دي كلها مستر مصطفى بدوي طبعا عايز اتكلم عن المهندس مصطفى بدوي يعني قامه يعني كبيره جدا، راجل من اكبر البنوك المصريه يعني. هو راجل مديرها وراجل من اكبر المهندسين الفنيين والاستشاريين في مصر، ماشي، قامة كبيرة جدا جدا، وإضافة لملفات نادي الزمالك محتاجها في الفترة القادمة، ماشي. تخيل ان انت بتختار اصغر عضو هو اللي يقدم البرنامج ويقدم الكلام ده، اللي هو احنا بنقول ايه المستقبل، ده المستقبل، ده نادي الزمالك اللي احنا بنقول ايه زمالك جديد، زمالك مستقبل، احنا في قامات، تاريخ، زامورة، لكن ده الزمالك. فاحنا كنا عايزين نودي المشهد ده، والمشهد اللي انا حتى كنت دايما بصر عليه في الاجتماع التنسيقي مع اداره النادي، يا جماعه منظر نادي الزمالك، ندع الخلافات على جنب خلاص، والفرقه على جنب، وخلي الناس تشوف نادي الزمالك بالمنظر اللي يليق بنادي الزمالك. تمام. انت بتحبني، انا ما بحبش فلان، دي ما فيهاش مشكله، ولكن كلنا بنجتمع على حب نادي الزمالك طبعا. كلنا بنجتمع على رقي وتقدم نادي الزمالك. ده الاتفاق، ده اللي كان الاتفاق، الجمله يا جماعه خلي اليوم يطلع حلو، خلي الساعه اللي احنا هنقعدها في المنظر ده يتقال ان في تحضر ورقي في نادي الزمالك. للاسف الشديد اللي حصل يعني انا عارف ان مصطفى عنده حاجات كتير قوي، لان هو تعب قوي 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 جوه الاعداد لليوم دوت او للساعه ديت، مش اليوم، للساعه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ديت، لان احنا فعلا كل حاجه بنعدلها بناخد وقت، واحنا بنعدلها بنفكر، بنقعد في اجتماعات ناخد ساعات علشان خاطر نطلع كلمه كل واحد يقول رايه فيها، كلمه بتطلع في وقت طويل. فانت متخيل بقى مؤتمر عايز تقول دي الواجهه اللي احنا بنتمناها لنادي الزمالك، فخدت ساعات وخدت مجهود من مصطفى ومني ومن القايمه كلها، ماشي، والتنسيق طبعا مع القيادات في القايمه خلاص. فاحنا كان نفسنا ان يطلع مظهر يليق بنادي الزمالك اللي احنا بنتمناه، لكن المظهر اللي حصل من عدم دخول في حد بيقطع الكهرباء اتعرف او اتمسك او حاجه. بس انت هتمسك مين جوه؟ ما هو في نقطه بس يا استاذ محمد، اكيد الولد ده في الاخر موجه يعني، ما هو بص في الاخر هو مش هيخش من نفسه يقطع. خلينا نتكلم بالمنطق، خلينا نتكلم بالمنطق. هو انت النور اتقطع دلوقتي وانا ممكن ارفع سماعه التليفون على طوارئ الكهرباء، ماشي، اي حد هيرفع سماعه التليفون على طوارئ الكهرباء، ايوه في نور في المنطقه الفلانيه تم انقطاعه، هيقول لك اصل في مشكله في الحته الفلانيه، فقدامك نص ساعه، قدامك ساعه، قدامك ثلاث ساعات، لا اليوم كله خلاص اوف، مفيش كهرباء. النهارده بقت الدوله بقت بتعرفك ايه اللي بيحصل في ثانيه، يعني انت بالتليفون تعرف كل المشهد قدامي، بيقول التليفون مقفول، الظاهر ده قطع الكهرباء حد. والصوت يا جماعه واضح، ده الصوت واضح، ده كانوا قاعدين الميديا، كانوا قاعدين في واحد بيقول تسمعهم، تخيل يعني لو الصوت واضح احنا بس نسمع. هو عايز الصوت، مفيش صوت. تمام. تخيل يا استاذ محمد، اصل الواقع واضح يعني، حد بيتخيل يعني، مش مقطوع من من المنبع الرئيسي يعني، هو موضوع اصلا كمان ابسط من ببساطه يا جماعه. احنا النادي الوحيد اللي في مصر انتخابات مفيش، يعني انت عندك بنقول لسه بنتكلم على الشباب 17 واحد نازلين انتخابات، وربنا يوفقهم كلهم، شباب يعني شباب فعلا نفخر ان هم يعني مرشحين في نادي الزمالك. طب الناس دي هتعرف نفسها ازاي؟ انت حضرتك مانع الدعايه، هتقول لي لا اصل انت تعالى اعمل في مكتبي الدعايه بتاعتك وجيب لي فلاشايه وقول لي اللي انت عايزه. طب انا افرض النهارده عندي بعض النقط السلبيه، ما انت حضرتك مش هتزعلي، ولا انا بتكلم غلط يعني؟ طب منين انت عايزني النهارده الناس ما تعرفش حتى السي في بتاع كل واحد؟ يعني اي نادي في مصر في وقت انتخابات بعد اذن حضرتك في حد بيجي بيقول لك اهو مصطفى العماري بيقرا السي في، طب البرنامج الانتخابي ايه؟ الناس تبدا تقارن ما بين كل واحد والتاني، ده طبيعي، ده في اي نادي في مصر يعني. فالنهارده انت نادي الزمالك اشمعنى الانتخابات دي كده؟ طب ما حضرتك يا سياده المستشار في 2014 وانا كنت معاك كنت بتوزع ورق، وفي 2017 كنت بتوزع ورق. انا هقول جمله، اكمل بس يا هقول جمله دي، انا هسيبك تكمل كلامك بس هقول جمله في الحته دي. هي في انتخابات مجلس الشعب السادة المستشار بينزلها هو ما بيلفش على الأعضاء
الدايره عشان يشرح وجهه نظره. ده طبيعي، ده عليهم. طبيعي طبيعي. طب انا بتكلم في حاجه دستوريه وحاجه قانونيه. انت بتتكلم دلوقتي، اصل انت بتتكلم في اجراء لو انتخابات مدرسه ابو بكر الصديق الابتدائيه. بالظبط. انا هعرفك منين يا فندم؟ انا هعرفك منين لما اتكلم في الشعب اللي هو بيدور عليه؟ ما كملتش بس مش محتاجه ما كملتش يا سيدي بس النقطه. يعني مش محتاجين ندي مثال نقول انا كمان اقول لحضرتك على حاجه ولا لا؟ يعني انت النهارده يا فندم من 2014 اعضاء نادي الزمالك كانت 52 53. من بدايه من بعد 2014 لغايه يومنا بقى داخله في 90000. كانت حاجه 40000 يعني لا انا 50 بقت 90000. يعني بتتكلم في 40000 عضويه. طب الناس اللي داخله النادي جديد، معلش، هي مهما يعني هتتعرف عن المرشحين ازاي، هتعرف الناس ازاي، هتعرف تدي كويس من الوحش ازاي، هتقدر تقيم كل واحد ازاي. الطبيعي ان انت النهارده يبقى في ندوه معموله بشكل محترم جوه النادي، ان كل مرشح يقول وجهه نظره. تمام. ده الطبيعي، ده حق شرعي لاي حد. بس انت النهارده ترغيلي مؤتمر، معلش احنا تعبنا فيه كقايمه، زي ما كابتن حسين بيقول لحضرتك احنا بنشتغل اكننا مجلس اداره، بنقعد في اجتماعات على طول، بنقعد اكننا مجلس اداره، وكل واحد فينا بياخد المساحه ان هو يقول وجهه نظره في الفكر ده. فالنهارده انت بجد مجهود بتخليني النهارده ليه؟ النهارده انا عايز اوصل حاجه كويسه لعضو الجماعه العموميه من خلال البرنامج، انت مش عايزني اوصلها له ليه؟ يعني برنامج الانتخابي الناس كلها، انا بنزل شوارع، بنزل مناطق، بروح في كل حته. فانت انت بتروحوا انديه اخرى؟ لا انا فندم احنا ناخبين. لا انا بقول لحضرتك ايه، ده احنا رحنا نادي الصيد حضرتك، رحنا نادي يعني بتقابلوا الاعضاء في انديه اخرى، مش عارف تقابلهم في نادي الزمالك. مش عارف اقابلهم في نادي الزمالك. والمشكله الاكبر ان ناس فعلا احنا كنا عايزين من خلال القايمه برنامج انتخابي طموح نقدر نحققه. طبعا. فاحنا قعدنا على البرنامج ده فتره مش قليله، قعدنا نشتغل عليه كلنا، كل واحد فعلا. انت كابتن حسين هتقدر تفيد في ايه في ملف الصالات؟ انت باشمهندس مصطفى بدوي طبعا والمهندس هشام نصر، ملف 6 اكتوبر الاثنين طبعا زي ما كابتن حسيني قال، يعني مهندس مصطفى بدوي حاجه محترمه جدا جدا جدا، فهيقدر يفيدنا. طب هتقدر حضرتك تفيدنا ايه عشان نقدر نحط ده في البرنامج؟ فجهزته يعني تصور لبرنامج مفترض انه طموح جدا. وانتوا شايفين كان عرضه على الجمال العموميه بشكل لائق يليق بنادي الزمالك، اللي نادي الزمالك يفتقد ده. طب. اللي نادي الزمالك بيفتقد بقاله 8 سنين 9 سنين تنظيميا لاي مؤتمر او لاي احتفاليه ما بتتعملش بالشكل المطلوب. يعني انا انت برضو هرجع تاني لحضرتك، انا والله العظيم والكلام ده اكلم كابتن حسين لبيب، انا ما كنتش بفكر انزل الانتخابات، بس انا في حاجات بتضايقني. يعني انا يوم الزمالك ما اخد الدوري بعديها بيومين، يعني انا لسه ما فرحتش، لسه ما فرحتش، انا واحد من الجمهور لسه بفرح وبقول ودوري ومبسوط وبكلم اصحابي. نادي الزمالك عمل احتفاليه بتوأمه مع نادي من الامارات، تمام، اللي هو موقفنا على الطوب ووقفنا. يعني انا ما بحبش الكلام، بس عيب، ده نادي الزمالك دي الهويه بتاعتنا. يعني طبيعي ان انت النهارده لما تعمل حاجه لازم تتعمل بحاجه تليق بنادي الزمالك. تمام. ما اقدرش ان انا اعمل اي حاجه والسلام. فده الفكره بقى ان انا كنت أنا عايز اوريك الفيديو بتاع الولد اللي هو نزل سكينه الكهرباء، فصل الكهرباء، لانه لقيناه بالصوت اهو. يعني لو احنا نعرف نشغله ونسمع علشان ده بيوضح برضو وصل كل حاجه زي ما كانت، وصل كل حاجه زي ما كانت. انت كنت بتكلمه وانا سامعك بتقول له تمام انا عملت كل حاجه خلصتها، وصلها بقى زي ما كانت. هو ينفع كده؟ وقول مين اللي كان بيكلمك. لا لا ما تحلفش، والله اوعى تحلف. مصر والله يا ريس. لا لا ما تحلفش. كلموا ده مين؟ ده اللي هو حسن، ده اللي هو حسن، مسؤول عن الحمله بتاعتكم. بيقول له رجع كل حاجه زي ما كانت. انت كنت بتكلمه وانا متابعك. ده احنا كنا جايبين كمان جنريتر. يعني اقصد الواقعه دي بتبين. احنا كنا عارفين يا فندم، اكمل بس يا كابتن حسين، احنا كنا عارفين انه ممكن جنريتر. وبرده يعني الشاشه كان ليها جنريتر، هتلاقي واحنا بنقول النور قاطع كان الجنريتر شغال للسكرين. يعني طب نعمل ايه تاني؟ كنا متحسبين للموقف. طب بصراحه انت كنت متوقع ده يحصل؟
ما بقول لحضرتك يعني حتى لو كان هيحصل لا حتى لو كان هيحصل ما انا بقول لحضرتك انت كنت متوقعين المؤتمر هيقعد ولا لا لا انت كنت انت رايح مش مش, مش 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 بالاسلوب ده على الاقل اقدم البرنامج الانتخابي وممكن يحصل مشحنات يعني انت ما تصورتش الامور توصل للمرحله لا طبعا يا فندم ده نادي زمالك يعني النهارده ايه المشكله هو النهارده طيب برضو مصطفى العبد لا مش طيب لا احنا حطينا كل كل التوقعات على فكره بس احنا كنا بنامل احنا كنا بنامل انا بقول لحضرتك لو انا متوقع هنتعب ليه كل ده معلش انا لو متوقع لواحد في المية دي هنعمل المجهود ده والشغل ده وعايزين نطلع الحاجه بشكل محترم ان ده من حق الجمعيه العموميه ان هي تشوف برنامج انتخابي طموح ونقدر فعلا ننفذه بس ان انت النهارده ده ادخل الاقي من الاول تعنت من الابواب النهارده المفروض المسؤوليه راحت لشركه امن تابعة للوزارة الناس دي مش واقفة لقينا شركة أمن تابعة للنادي يعني الموضوع ده طلع كلام يعني موجودين لا 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 موجود موجودين بس بدون. مش اللي هم بس الإدارة بتاعتها الإدارة مش بتاعتها مش متصدروا المشهد يعني مش هم اللي يعني موجودين بس المعلومة اللي عندنا ولكن يعني هقول المعلومة عندنا يعني بمعنى إيه معلومة يعني أنت النهاردة جايب الإدارة الأمنية دي أو الأمن الجديد ده هو الهدف الأساسي منه العملية الانتخابية هو موجود دلوقتي المفروض المعلومة انه هو يفصل في بعض المشاحنات اللي ممكن تمام. تدخل ما بين الامن يعني انا داخل لا انت موقف طب لو سمحت كرنيهك تمام اتفضل هو اللي عامل المشكلة انا هجيب لك من الاخر بس هو المشكلة دلوقتي ان انت عندك ثلاث انواع من الامن الامن النادي الطبيعي الموظف العادي امن النادي الموظف العادي والشركة والشركة الخاصة اللي هي بادي جاردات خلاص أوكي. هي دي اللي عاملة المشكلة وفي شركة النهارده بتاعت الوزارة والشركة بتاعت الوزارة الشركة بتاعت البادي جاردات هو كابتن احمد سليمان في اللقاء قال انا مش عارف هنكلم مين ما هو انت النهارده لما تيجي الفرد الامن بتاع النادي هو مش عايز يحتك بيك فبيعمل ايه شايف الحسيني داخل هو الحسيني ما عندوش مشكله خلاص يعدي لا هو شايف ان الحسيني موقوف فبيروح طالع لك البادي جارد واقف في وشك لا اسلوب اسلوب يعني وبيتكلم بقى بالمنطلق ان انت داخل مش نادي يعني يعني لا انت موقوف بين قرار الوقف اديني القرار لا هو انت مقوق. ايوه اديني مش اديني قرار اذا انت مثلا خدت خطوتين زياده ودخلت لا مش هتعرف تدخل لان انت بتتكلم في زي انت شفت في صوره انت جبتها يا استاذ محمد اللي انت كان في ثلاثه يا جماعه بتاعه بقى دي يعني انت هتبص في ثلاثه يونيفورم واقفين ووراهم في اتنين وفي ورا بقى اللي هم الشركه يعني انت دلوقتي انا افترض ان انت كملت الدولة. وبتدخل تتضرب بقى ولا مفيش ليه ليه اصلا هو ليه انا ادخل يا فاوز ليه هدخل اصلا مش هدخلك الاول انت هتعمل فايت مع بادي جارد انت الخسران اصل ده بادي جارد هو موجود هو متعود ان هو يبقى متواجد على الاماكن اللي هيبقى فيها مشاكل اللي هو انت ايه ما قبل ما تعمل المشكله انا هعملها لك بره مش هدخلك جوه ما زي ما حصلت مع احنا ننزل الانتخابات يا استاذ محمد ولو هي فيها كده طب وليه يعني هسال حضرتك سؤال غريب جدا يعني يعني انا انزل انتخابات ليه في وضع كده انا واحد بقول لحضرتك احنا قايمه 2 3 ما كل واحد يعرض البرنامج للجمعيه العموميه بنفس الاتموسفير بنفس المكان بنفس الفرش بنفس كل حاجه والناس هي تختار وكل الناس تعرض المشكلة يعني يعني يعني. انا شايف طيب. فين المشكله خلينا اقول بقى ايه ما بعد ذلك يعني ال ال ال, ال, ال شفنا يعني هل انتوا هتعرضوا البرنامج ده في مكان تاني هل انتوا هتستسلموا كده خلاص هل انتوا هتعملوا المؤتمر تاني مصرين تعملوه في النادي يعني ايه الخطوه اللي انتوا قررتوا ايه قررنا ان شاء الله في اجتماع بكره مع القائمة كلها بالضبط اجتماع قائمة ان شاء الله وبكرة من خلال بكرة هنقدر نحدد الفترة الجاية هتمشي ازاي اكيد لازم البرنامج يتعرض بس اكيد يعني احنا انا واحد من الناس نفسي يعني البرنامج يتعرض من داخل نادي الزمالك لو حصل تعنت لازم كده كده البرنامج يتعرض للاعضاء الجماعة العمومية فاكيد هيبقى في مكان اخر وممكن يبقى في المقر الانتخابي للقائمة فانا ما اقدرش ادي القرار بقول لحضرتك النهارده ان احنا في الاخر بنرجع احنا بالظبط بنرجع بنقعد كقايمه وبناخد القرارات مع بعض فبس النهارده زي ما بقول لحضرتك انت النهارده بوظت لي اليوم طيب. بوظت لي اليوم انا كنت رايح النهارده فعلا عايز اقدم نفسي لعضو جماعه عموميه بشكل مختلف عن اي حد بيقدم نفسه تاني طيب. فانت ليه النهارده معلش في صور لو عند حضرتك النهارده السيد رئيس النادي وهو بيعمل الداعي زي ما حسيني بيقول لحضرتك الاجهزه الفنيه بالاولياء الامور لا انا في مسج حد بعتها لي بتتوزع على الواتساب في النادي اهي ثانيه واحده انا كنت يعني الشباب لو ينزلوها
تنبيه هام لجميع السادة المدربين قطاع الفرق والأكاديميات والإداريين. ده اللي اجتماع انت قصدك عليه؟ أيوة. اجتماع هام لجميع، أنا هقراها بالضبط بنصها والله اللي توزع على الواتساب يعني بدون تدخل مننا. اجتماع هام لجميع السادة المدربين فرق كاتا وكوميتي وقطاع التجهيز ومدربين الأكاديميات مع السيد مستشار مرتضى منصور رئيس النادي ومدير الشؤون الرياضية الدكتور خالد طلعت، هو اسمه خالد طلعت مدير الشؤون الرياضية، غدا الخميس في تمام الساعة 6:00 مساء. الحضور إجباري، والمدرب أو الإداري اللي مش هيحضر هيتم إقالته بعد انتهاء الاجتماع مباشرة. لا أنا عايز بس أضحك على حاجة، أكمل بس المسج. طيب كم بس أنا في حاجة من قبل بعد انتهاء الاجتماع مباشرة من قبل النشاط الرياضي لتواجد كشف حضور مع سكرتارية مجلس الإدارة، هيتم إمضاء كل مدرب والإداري بنفسه في الاجتماع. واللي بعتها كاتب السلام عليكم ازيكم يا رجالة، كابتن جمعة كلمني، مش عارف مين كابتن جمعة. كده انت كده وغفلت الناس. ده والله انت قطعت عيش حد. بجد انا بضحك على حاجة تانية. اكمل بس المسج يا جماعة، كابتن جمعة ازيكم يا رجالة، كابتن جمعة كلمني وشدد على ان المدربين كلها تكون موجوده للضروره، يا ريت يا جماعه محدش يتاخر، شكرا. يعني في الاخر طب انا بس عايز اضحك ضحكه وتعليق الاول قبل اللي في الاخر وقبل القعده الجميله اللي حصلت النهارده من الاداره المسؤوله في نادي الزمالك، لما المسؤول عن اداره الملف بتاع النشاط الرياضي في نادي الزمالك، هو الحرج لغايه فين؟ يعني انا الحرج بتاعي يبقى لغايه فين؟ لما انا زوجتي مرشحة لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، هو مين بيدعي لمين؟ لا مش فاهم، يعني زوجتي، يعني زوجة السيد مين؟ مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك الدكتور خالد طلعت احدى المرشحات على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك. يا رب ما اعرفش دي مين بيدعي لمين. ايه الفير بقى؟ فين الفير؟ انا حد بس يقول لي فين الفير في اللحظه دي بس انا ما اعرفش دي. انا لا انا ما بعلقش على الاداره الحاليه نادي الزمالك. هي انضمت لقائمه يعني؟ لا النهارده يا فندم، النهارده تم يعني يمكن مصطفى عايز يقول. طب قولها مصطفى. يعني انا صراحه بضحك اصلا. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت النهارده في اجتماع تمام بصفه حضرتك رئيس نادي الزمالك صح؟ هو ده الاجتماع اللي انا قريته. ايوه حضرتك قريته. طب حضرتك كان في الاجتماع مرشحين من خارج قائمه حضرتك انت بتدعو ليهم ان هم امل او تكمله لقائمه حضرتك لو حد مش عايز يختار حد من القائمه فلان نحط في فلان. في ناس دي اوكي. طب النهارده ما انت يعني انت عملت زي مؤتمر، يعني ما انت النهارده منعتني مؤتمر وعملت مؤتمر. لا هو مش مؤتمر بس يا مصطفى، مش مؤتمر بس، هي لما تبقى زوجة مدير النشاط الرياضي واقفه في الوقفه النهارده. كابتن سمير بيقول في وقفه النهارده ان مدير النشاط الرياضي بيدعو المدربين. لا كمان يعني انا النهارده مدير النشاط الرياضي بيدعو. لا ده المسج بتقول اللي مش هيحضر هيقال. ايوه سيبك من دي، سيبك من دي. لا دي بالنسبه لي لا تعنيني. طب انت بتجاوب على بص يا صباح، دي لا تعنيني، دي لا تعنيني، لان المسج دي وصلت لكل الالعاب. ده شغل يعني كل المسج دي وصلت لكل الالعاب، باسكت وفولي وهاندبول وكل الالعاب اللي في النادي. انا جات لي كل المسجات بتاع كل الالعاب. يعني شفتها يعني نفس المسج بس على كل الالعاب. جمعه برضو؟ لا بس مش جمعه، كل واحد بقى تاني بقى. انت هنخلص على كل يعني كل لعبه باسم خلص على القطاعات احنا كده. لا دول غلابه، دول غلابه بجد يعني. دول ناس غلابه وناس يعني. لكن اللي انا اللي بالنسبه لي ان الجمله دي اللي ضحكتني لما انت حضرتك بتحكي القصه دي كلها. انا يمكن المسج دي شفتها واستوقفتني النهارده في المنظر الجميل يعني اللي كان محطوط، اللي هو احنا ما عرفناش نعمله الصبح اتعمل بالليل. ان احدى المرشحات واقفه بدعم من الرئيس الحالي للنادي وزوجها مدير النشاط الرياضي اللي بيدعو الساده اولياء الامور والاعضاء وبيقول لهم بالاسم ما تنتخبوش بعض الاعضاء منهم انا. ماشي خلاص. هو واقف بيدعو للناس. ده هو ده كده مش مؤتمر. انا مش دعوه بالمؤتمر، انا ليه دعوه بالعمليه الانتخابيه. اين العداله يعني؟ حتى المستقلين يحصلون على حقوقهم في حين قائمه واحده. يعني على فكره احنا بناخد حقنا جوه النادي، بنعرف نمشي وبنعرف نتكلم وبنعرف الناس بناخد حقنا بصراحه، مفيش مشكله في دي. لكن انا عايز اعمل الوقفه دي، انا عايز اعمل الوقفه دي اللي انا كنت عايزها النهارده، وعايز اتكلم. لا مش عايز، لا عايز اقول للناس انا الحسيني سمير
برنامجي الانتخابي اللي من خلال القائمه 1 2 مش عايز اكتر من كده. طب عموما قولوا معانا دلوقتي ما احنا عايزين نقفل الملف ده عشان بجد لا بس انا عايز اختم الملف ده بجمله لانك برضو اللي انتشر ان انتوا هتطلبوا من السيد وزير الشباب والرياضه يكون في لجنه محايده تدير النادي الاسبوع ده فعلا. لا دي فيها دي بقى حاجه بتاعه القايمه لا يعني انتوا اتفقتوا على كده ولا لسه؟ لا بص في الاجتماع واحنا ده بكره هتتفقوا واحنا يعني؟ بنعمل عمل مؤسسي وفي حاجات احنا لا انتشر خبر كده ان انتوا القايمه بتاعتكم برضه يعني في قايمه وفي متحدث باسم القايمه. ايوه انا فاهم بس انتوا يعني هل انتوا اتفقتوا لسه ما عدتوش؟ لا 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 يعني بكره هيتاخد القرار بناء على الاتفاق وبناء على طب انا بقول لك بقى في اتجاه لي كده والمتحدث هو المتحدث الرسمي للقائمه هو اللي هيكلم. انا بقول لك خبر اهو الخبر ده انا سمعته مش دعوه بقى انا دلوقتي بقول خبر لا انا بقول على لسان القائمه انا اسف طبعا ان انا بتحدث مصطفى عن القائمه ما فيش حاجه تخرج من القائمه غير بعد اجتماع القائمه واحنا لسه في اجتماع مستمر. انا بقول متردد ولما يطلع من المتحدث لا تمام. متردد انا ما اعرفش حاجه اسمها متردد انا اعرف حاجه واحده ما خلاص اوكي انت قلت بس بص هو انت قلت ان انتوا بكره هتقعدوا هتحطوا كل الرولز اللي خاصه بالاسبوع الجاي بالظبط احنا بنحاول نعمل حاجه هي مؤسسيه احنا فيش حاجه اسمها يتردد احنا في حاجه اسمها تم اتخاذ قرار باتفاق الجميع ايا كان بقى الاغلبيه قالت القرار في متحدث رسمي اللي هو كابتن هشام نصر يقول بس انا عايز اقوله ايه بعيد بقى عن انتوا تقرروا كده فعلا او لا او ما يتردد هو الصدق ولا لا او انتوا لسه هتقعدوا ربما تختلفوا وتتفقوا لكن في الاخر في راي كلكم هتبقوا متكاتفين ورا يعني لكن دي العداله يعني اذا كنت انا يعني اصل خد بالك على نفس الكرسيين دول انا قاعد مع مرشحين كتير مش بس في القائمه بتاعتكم يعني في قائمه الاستاذ عمر كل الحلقات اتفرجت على كل وفي ناس مستقلين كتير وناس محترمين كلهم محترمين طبعا كل المرشحين بالاستثناء محترمين والناس كلها بتشتكي برضو من فكره انه مش قادر وانه مش عارف وانه مش عارف يدعو ومش عارف يدخل واللي حتى يافطه بره النادي اتكسرت بره النادي يعني في الشارع واللي في ميدان لبنان فوق ان يافطه بتتكسر وتتقطع فاقصد اقول ايه ان فكره اللجنه المحايده مش بس عشان قائمه الكابتن احمد سليمان لكن دي عداله لكل المرشحين اللي بتخوض انتخابات نادي الزمالك ده اللي انا عايز اقوله يعني نتمنى ان العمليات اعتقد ده لسان حال كل المرشحين يعني انت لو سالت لو حصل وقت اتصال ب مش هقول بقى السبعين يعني ب 50 على الاقل من السبعين هتلاقي من ضمن يعني رغباتهم ان يكون في لجنه او جهه محايده او يعني يتم التصرف في الازمه اللي زي دي. طيب ايه اللي حسين سمير شايفه في النادي متراجع وعايز يعدله؟ بص خلينا نتكلم في نتكلم بقى اللي هو الشغل اللي هنتكلم في كام جزئيه كده هنقول ايه اللي احنا بنحلم بيه. بس انتوا تسمحوا لي يعني اعمل تايم بقى عشان خاطر احنا الوقت بيجري. تمام خد بالك انا فاتح الوقت بس الساعه داخله على 3 لا طبعا هو طبعا الفوز اللي اسعدنا كلنا النهارده يعني من وقت البرنامج النهارده حاف يعني الفوز اللي اسعدنا جميعا يعني فاحنا حتى والله يعني يمكن انا ومصطفى ما نمناش بقى لنا اكتر من كام يوم يمكن الايام بس نسيت كل الاحداث بتاعه الزمالك والمكسب النهارده خلانا جمعنا قوانا تاني المكسب بتاع النهارده خلانا جمعنا قوانا مع ان اليوم كان صعب جدا يعني خلينا نقول بس الاول ان احنا كقايمه وكافراد تلاقت الافكار ما بيننا على ان احنا ازاي نوصل لنادي الزمالك باقصى درجه من التقدم فيعني احنا يمكن كان عندنا اهداف عامه والاهداف العامه ديت يعني من المختصر المفيد منها هنقول ان 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 كانت الهدف الاساسي هو رجوع نادي الزمالك للقيم والاحترام للعضو وللجماهير وارجوع كل الالعاب وكل الرياضات لمنصات التتويج بدايه من قطاع الناشئين لغايه الدرجه الاولى مرورا بقى بكل الحاجات اللي ممكن تتعمل من خلال الجملتين دول يمكن احنا قسمنا الاهداف بتاعتنا او انا واحد من الناس انا ليه بتكلم بصيغه الجمع لان احنا دلوقتي في صيغه عمل مؤسسي صيغة عمل مؤسسي احنا رحنا تطرقنا ازاي نرجع نادي الزمالك لعمل مؤسسي كل مجموعة على ملف والملف دوت مطلوب ان هو ينجز في اسرع وقت بالاضافة الى مواكبة الدولة الجديدة اللي بيدعو ليها معالي رئيس الجمهورية للجمهورية الجديدة فاحنا بندعو للزمالك الجديد تواكبا مع
الجمهوريه الجديده اللي بيدعو ليها معالي رئيس الجمهوريه من تحويل نادي الزمالك لمؤسسه دائمه بدون افراد، لتحويل نادي الزمالك لمؤسسه تواكب التكنولوجيا، وكل الكلام ده كان فيه ملفات مصطفى هو هيتطرق ليها. انا بس بدي نبذه عامه عن الاهداف العامه بتاعتنا، وكل واحد فينا هيتكلم في جزئيه تخص الافكار اللي احنا متفقين عليها. الافكار دي منصبه في الاتجاهين، رجوع نادي الزمالك قيم والمبادئ والاخلاق، تطوير نادي الزمالك ووصوله مع الجمهورية الجديدة التي تدعو لها الدولة المصرية. ده ملخص الأهداف العامة. طيب تمام. الأهداف بقى اللي جوه اللي احنا نقدر نشتغل عليها، نادي الزمالك بيتمحور في ثلاث محاور. هنقول الرياضة تنقسم إلى جزئين، والنشاط الاجتماعي تنقسم إلى جزء. الجزئين كل مجموعة واخدة ملف مهم، وهنقول ان الجزئين جزء كرة القدم ودوت انا لا اتطرق ليه كثيرا، لان طبعا الملف دوت في شغال عليه طبعا قامات جوه القائمة، وتم الاتفاق على بعض البنود. هقول الجزئية اللي تخصني اللي هي الالعاب الاخرى والرياضات الاخرى. خلينا نقول ان احنا عندنا تصور سريع لمعالجة بعض القصور والاخطاء اللي موجودة، وتصور طويل الامد. تصور السريع ان انت النهارده مطالب في اسرع وقت ممكن ان نادي الزمالك يرجع تاني مؤسسه رياضيه ليها تايم بدايه وليها تايم نهايه وليها تارجت تتحقق. طب المؤسسه الرياضيه ديت اللي هي النهارده تعتبر المفرغ الاساسي والاول للمنتخبات المصريه، بحكم ان نادي الزمالك هو الاكثر عددا للفرق الرياضيه في جمهورية مصر العربية حتى من النادي المنافس لي. النهاردة انت عايز الستارت اللي بيبتدي زي كل بداية موسم نهاية شهر 5 تبتدي الموسم، مش زي ما بيحصل الفترات اللي فاتت ان الموسم بيبتدي 1/8 و 15/7 بيكون كل الفرق تم التعاقد وتم انتهاء الملفات الخاصة بالألعاب دي. لا، انت عايز تبتدي ستارت من بدري 1/6/30/5 الأجهزة مشكلة. طيب الجزء ايه بتاعت الأجهزة؟ مطلوب ايه؟ مطلوب رجوع كفاءات، البحث عن الكفاءات العلمية والخبرات الجديرة بالعمل بنادي الزمالك، وتطوير قطاع الناشئين نادي الزمالك المهمل، واللي هو ادى الى زي ما بقول ايه، انت ما عندكش بطولات في قطاع الناشئين، انت ما عندكش مفرغ اساسي. بتتكلم كده في كل الرياضات؟ في كل الرياضات، في كل الرياضات، بس ملف كره القدم يدار بحرفيه معينه، وملف الالعاب الاخرى يدار بهذه الحرفيه. تمام. الحرفيه ديت ان انت النهارده، انت النهارده بقيت منجم ذهب جوه. الاول كانت منجم خارجي وداخلي، النهارده انت عندك منجم جوه انت مش عارف تستفاد منه. تمام. انت النهارده العضويات وصلت ل 100,000 عضويه. النهارده الكتلة البشرية اللي موجودة ديت والقوة البشرية اللي موجودة دي ازاي تنتقي منها الابطال اللي يقدروا ان هم يبقوا موجودين في الالعاب. وانت عندك يعني ارضية قوية جدا المفروض في نادي الزمالك، يعني لا ما انت عندك تستطيع تعمل ده. انت واقف على انت واقف على ارض مش صلبة، انت واقف على ارض ذات جذور يعني 111 سنه. انت مش هتبتدي تبني، انت بس عندك الشجره عجزت شويه، قصور فيها محتاجه تتعالج، محتاجه ان انت تقلب الفروع الميتة وتنور من جديد وتبتدي تفرغ تاني. طيب كده بقى له 9:30. لا انا بص بقى له بالظبط 5 دقايق ونص. فانا بس هكمل جزئيه صغيره، اكمل فتح الاسطوبه انا كده معاه على طول في الاجتماعات. انا هكمل الوحيد اللي بنكشف اللي هكمل بيت الجزئيه دي صغيره، يعني هاخد دقيقتين كمان في السريع، هاخد 10. فهي القصه كلها ان انت ازاي تطور الملف ده وتستفاد من الطاقه البشريه الغير طبيعيه الموجوده جوه نادي الزمالك، خلاص، وترجع نادي الزمالك اللي هو بيستقطب المميزين على مستوى جمهورية مصر العربية، لأن نادي الزمالك ملك لل 100 مليون مصري وملك لل 100,000 عضوية جوه نادي الزمالك.
فانت ازاي تستقطب المميزين وتستفاد من المميزين من اعضاء النادي. الكلام ده لن يكون الا بطريقين. الطريق الاولاني انت النهارده ما عندكش ملاعب، الجزئيات الانشاءات والتفرغات دي برضو في المتخصصين فيها زي الباشمهندس مصطفى بدوي والباشمهندس شام نصر، دول متخصصين فيها اكتر. يمكن يعني انا لو قلت نبذه ان احنا نادي الزمالك يفتقد الى البنيه الاساسيه من الملاعب، طبعا انت محتاج تعمل بسرعه نادي اكتوبر وتعمل بيه ملاعب اساسيه بسرعه، ومحتاج ان انت تطور الملاعب وتعمل صيانه وتزود الملاعب التانية. في 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 المهندسين تزود، لازم يبقى في كفاءات، في اشخاص مؤهلين لاختيار ايه اللعيبه واختيار العناصر الرياضيه اللي تمثل نادي الزمالك. تمام. يعني هسيب بقى مصطفى يكمل شويه. تمام. في الملف الاجتماعي بقى. هو هيديك دقيقه ربع انت ده 15 ثانيه لا 15 عشان لسه انا في كلام لسه هقول. اتفضل يلا ستوب واتش. انا القصه كلها ان انا راجل يعني مشترك في كذا نادي غير نادي الزمالك. بحزن جدا 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 لما بشوف الحته الاجتماعيه في الانديه دي متفوقه ازاي وعندنا متاخره جدا 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 جدا. ببقى فعلا حزين. اه طبعا الانديه الثانيه بقى بتمس عضو الجمال العمال اللي هو طبعا اللي هو بيشترك اصلا في النادي عشان خاطر فكره. انا النهارده يا فندم انا النهارده كان ايه نادي الزمالك ده لازم يبقى ليه امتيازات. انت النهارده نادي الزمالك عندك عدد اعضاء كبير جدا جدا، لازم على الاقل تخلق لهم امتيازات عشان يحس ان الكارنيه ده ليه قيمه، وهو اما يبقى معاه كارنيه نادي الزمالك ذو قيمه. فانا النهارده انا مع يعني نفسي ومن خلال البرنامج الانتخابي ان احنا في النشاط الاجتماعي لازم يبقى فيه تركيز اقوى من كده بكتير. ان انا الملف ده بقول لحضرتك حاولت ان انا اشتغل فيه في 2014 بس كان النادي لسه بقى بيتوضب والادارات كلها كانت يعني مفككه بمعنى اصح. لا النشاط الاجتماعي في نادي الزمالك مهمل جدا جدا جدا. النشاط الاجتماعي بقى في 20 حاجه جوه النشاط الاجتماعي. يعني النشاط الاجتماعي بتكلم حضرتك ان انت النهارده ازاي توفر للاعضاء رحلات مميزه طول السنه، ازاي تقدر تجيب لهم من خلال يعني احنا طبعا في زملاء معانا في القائمه سامح ومحمد اتكلم في حته بتاعت مرسى مطروح ومصيف مرسى مطروح. قال لحضرتك لو انا عايز اقدم ممكن اروح بعد 10 سنين في التقديم. فده طبعا عندنا فيها مشكله كبيره جدا 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 ان انت النهارده لازم تخلق اماكن باسم نادي الزمالك في المناطق كل الناس بتروحها. وده مش صعب. ليه؟ ان انا حاولت اجرب ده في 2015 جبت عقد محترم جدا جدا لنادي الزمالك في مرسى مطروح، وكان عقد يعني قيمته اقل من عقد لعيب كوره في نادي الزمالك اللي هو لو هنقول منقسم عقود اللعيبه فئه اولى وفئه ثانيه، لا فئه ثالثه يعني عقد سنه من فئه ثالثه كنا ممكن ناخد مكان حلو جدا جدا في مرسى مطروح. ده تشتروه يعني كنا هندخل مع مطور عقاري بـ 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 بشكل او اخر العقد يعني احنا اللي يعني هيبقى لكم يعني مكان بتاعكم بتاع النادي تاني يعني. برضو مكان تاني وشكل تاني. ان انت النهارده عندك انت بتضيف يعني وحدات بالظبط وحدات تانية بس اقصد تبقى ملك النادي هتبقى طبعا ملك النادي طبعا ملك النادي طبعا ملك النادي بس يعني هيبقى اصل من اصول النادي يعني اصل من اصول النادي طبعا اكيد. الحاجه التانية ان انت المصرف عندك تاسيس عندك لازم تطور المصرف بشكل او اخر. ان انت النهارده محتاج على الاقل فول محترم، محتاج النهارده جيم محترم في مصيف مطروح، محتاج النهارده الاولاد يحسوا ان هم في حاجات بتتعمل لهم هناك بشكل او اخر. فالنشاط الاجتماعي النهارده في شغل كتير قوي قوي قوي. ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا شايف في نادي الزمالك مش يعني الطبيعي دي تبقى الف في موجوده في اي نادي، فكره الرعاه. احنا النهارده النادي الوحيد اللي فعلا عمرنا ما بنستفاد باي شيء من الرعاه. بمعنى ده انت النهارده حضرتك النادي مساحته اكس دي متقسمه لمناطق جوه النادي، مناطق او مثلا هنقول كاراتيه، جودو، جمباز، تنس، باسكت، فولي. تمام. كل منطقه دي المفروض يبقى ليها راعي. بتكلم منطقه غير الفرقه،
يعني حضرتك زي اي نادي بتروحه يعني الزون ده بتاع مثلا الزون ده بالظبط بتاع الكروكي او بتاع الباسكت او كذا. ليه؟ ان انا النهارده بوفر على النادي النهارده فلوس كتير جدا جدا في احتياجاتك لكراسي. ان انا عملت ده في 2000 وانا عملت ده حضرتك يعني انا عملته انا الحمد لله تواصلت في 2014 بعد النجاح ان انا قدرت اوفر للنادي 2500 شمسيه وده كان رقم محترم جدا من احدى شركات الاتصالات وكان لونها احمر فسيد رئيس النادي قال لي مش هنحط حاجه حمراء اعملها لي بيضة رجعناها تاني عملناها بيضة وفي الاخر وديناها مرسى مطروح. فاللي انا عايز اقوله حضرتك فكره الرعاه النهارده ان انت لازم فعلا كنادي تستفاد يعني نادي الزمالك اكيد اي حد يتمنى ان هو يبقى راعي جوه نادي الزمالك. الشيء التاني اللي انا عايز هو هدف الراعي في الاخر ينتشر ينتشر وانت النهارده عندك نادي زي نادي الزمالك بتديله بتديله داتابيز محترمه بعد كده يقدر يستغلها ان هو يتعامل مع العضو. ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا ان هي مش موجوده يا فندم. يعني انت بتتكلم في نادي بحجم نادي الزمالك اما تقول انا ما عنديش رعاه جوه النادي دي يعني انا شايف ان هي حاجه ما ينفعش تبقى موجوده بالظبط. حاجه تاني ان انا عملته وقبل ما يعني قبل ما افكر قرار ان الدخول الانتخابات بقى النقطه دي مهمه بالنسبه لي جدا جدا جدا. ان حضرتك بتسالني انت ليه دخلت انتخابات. انا دخلت انتخابات عشان انا في كلمه يعني بتضايقني شويه من اي مسؤول في نادي الزمالك يقول لك فين ولاد النادي. لا ولاد النادي موجودين وانا واحد من ولاد النادي في لجنه كابتن حسين لبيب خبطت في لجنه المستشار عماد عبد العزيز خبطت ورحت جبت مش انا يعني مع مجموعه من الزملكاويه محترمين جبت عقود وبروتوكولات محترمه لنادي الزمالك اشتغلت على الموبايل ابلكيشن بتاعت نادي الزمالك. انا النهارده ما هقول لاي حد موبايل ابلكيشن يقول لي العالم كله موبايل ابلكيشن صح ولا غلط بس انا لما فكرت في موبايل ابلكيشن 2015 كان وقت قناه نادي الزمالك تمام. انا كان انا وجهه نظري اما تعرض عليا فكره قناه نادي الزمالك قلت ان القنوات في التوقيت ده بتخسر اكتر فليه ما نعملش ما نحولش من قناه ان احنا يبقى عندنا موبايل اب تخدم الاعضاء وتخدم الجمهور. ده في 2015 بمعنى ان انت النهارده الجمهور هتقدر تستفاد منه ان هو في قيمه شهريه هيقدر يدفعها زي المنصات كلها وانت في نفس الوقت تقدر تعمل له انتاج محترم يتفرج على تاريخ نادي الزمالك من خلال مثلا كابتن حسن شحاته بعمل له 4 حلقات فعلا يستحقوا ان انت حضرتك تتفرج عليهم. فاهم قصدي؟ مش فكره ان انا بديك خبر ولا بديك بديك يعني. ففكره الموبايل ابلكيشن دي كانت هتجيب فلوس محترمه جدا للنادي. الكلام ده بقول له حضرتك كان من 2015. فكره بقى العضو ان هو ايه اللي هتفيده بقى في القصه دي ان هو تمارين مواعيد تمارين دفع اشتراكات خدمات جوه النادي هيعرف كل مطعم بيفتح الساعه كام بيقفل الساعه كام اي حاجه هيعوزها العضو من خلال الموبايل اب هتبقى هو شايفها وجاهزه بالنسبه له فهتوفر عليه حاجات كتير جدا 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 زي ما بقول لحضرتك. انا برضو يعني اتعملت عقد بروتوكول محترم قبل ما ادخل او اقرر ان انا ادخل مع احدى الشركات النقل السياحي الكبيره اللي في مصر تمام وصاحبها راجل زملكاوي جدا جدا والده الله يرحمه من الناس الزملكاويه محترمين والعقد ده هبقى اوريه لحضرتك. والعقد ده انا نزلته على صفحتي الشخصيه بعد ان انا كان فتره لجنه الكابتن حسين لبيب رحت له رحت للكابتن طارق جبريل والاستاذ حسين السمري وكان معايا العقد ده. العقد ده بيقول يا حضرتك النهارده احنا النشاط الرياضي بيستغل كتير جدا 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 في فكره النقل تمام. ان انا مش بتعامل مع شركه واحده انا بتعامل مع كذا شركه وكذا شركه بتتعامل مع كذا شركه فالطبيعي ان انا النهارده في ارقام كتيره جدا 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 بتدفع في الحته دي. فانا جبت شركه زي ما بقول لحضرتك من اكبر شركات النقل السياحي في مصر. الشركه دي كانت هتوفر اتوبيس لالعاب الصالات واتوبيس للناشئين تمام يعني اتوبيس لكل فرق الناشئين مع ديسكاونت 20% لعضو الجمعيه عضو الجمعيه عموميه دي ديسكاونت 20% على كل رحلاته. انت متخيل انا لو النهارده عضو جمعيه عموميه بسافر في 4 مرات أو 5 مرات في السنه مع ولادي انا بوفر رقم محترم جدا جدا جدا.
النهارده زي ما بقول لحضرتك ان احنا النهارده لازم نستفاد بعلاقاتنا، ان احنا النهارده يبقى في امتيازات للكارديين نادي الزمالك، فاحنا بعلاقاتنا الحمد لله ممكن نعمل بروتوكولات تعاون. النهارده بتتكلم في الملف الطبي، عندك تقدر تعمل انشورنس للعاملين، تقدر تعمل انشورنس للاعضاء، فكل دي افكار تقدر فعلا تنفذها. مش حاجه مثلا. الحاجه الاخيره اللي انا بس طالب ان انا اقولها طبعا، وده بالنسبه لي ده ملف مهم جدا جدا، ان ده الهويه بتاعت نادي الزمالك، حاجتين: المركز الاعلامي واداره العلاقات العامه. دول اهم حاجتين لازم مجلس الاداره يشتغل عليهم، عشان انا شايف ده بالنسبه لك ده الهويه اللي هترجع تاني الناس تشوف ان انت مختلف ولا لا. ليه؟ ان انت النهارده العلاقات العامه في نادي الزمالك، يلا النهارده بكره عندنا لعيب، يلا ابعت له عربيه. مفيش استراتيجيه محطوطه لسنه قدام. انا ممكن ايه بكره يحصل، انا بكره ممكن هستضيف مين، انا بكره عندي وفد جاي منين. فالطبيعي يبقى عندك اداره محترمه تليق بنادي الزمالك في اداره العلاقات العامه. مركز الاعلامي مهم جدا جدا جدا، يعني لازم يبقى في مركز اعلامي محترم يليق بنادي الزمالك. هو ده هدفي، ان انا ادخل مع ان شاء الله لو ربنا اراد ان انا ابقى في مجلس الاداره، ان انا اقدر افيد النادي في الملفات دي. تمام. ان انا مش بعيد عن النشاط الاجتماعي، ان انا راجل في قطاع السياحه، فاقدر افيد جدا جدا في حته النشاط الاجتماعي. تمام. هو اتكلم اكتر منك. لا ما انا لا قد ايه. لا هو بس في حاجه، بس انا اكمل بس على البرنامج واخد من كلام مصطفى كام كلمه كده ونتكلم فيهم. موضوع التسويق، هو بيتكلم على ازاي يبقى في راعي لقطاعات في نادي الزمالك. نادي الزمالك افتقد في الحته ديت، في الحته الرياضيه، وهي الحته الرياضيه الاهم. يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا بفكر فيها وفكرنا فيها واتكلمنا فيها، ويمكن انا كنا بنتكلم فيها قوي، هو فصل النشاط الاجتماعي اللي هو يتمثل في العضو بقيمه الاشتراك بتاعه، وفصله عن النشاط الرياضي. لان النهارده عضو نادي الزمالك يستحق ان هو يبقى مميز جدا جدا جدا. حاجات اللي مصطفى اتكلم فيها، ان الكارنيه ده انت ماسك كارت سحري في جيبك، عايز تدخل مطعم بره، عايز تدخل حته اي حاجه، فده حقك وحق الكارنيه ده. تعمل خصومات، تخش اي حاجه النهارده. كل الانديه الشركات، انا بص لا ما في ده شيء طبيعي. اصل الناس انا بقول كارنيه عامله تامين صحي في الانديه. بس عايز اقول حاجه، انا ما جبت العقد ده، وعقد محترم احمد، يعني ده بشهاده. بعد كده انا بعد كابتن حسين لبيب انا بس مشي، فجي مجلس المستشار مرتضى رجع تاني، رحت اديت العقد لاحمد مرتضى منصور، قلت له اتفضل. قال لي ايه ده؟ وكلمه واساله، ده حاجه محترمه جدا. قلت له انا في الاخر هنزل، مش هنزل ضد بعض، مش ضد بعض، ده نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي هيستفاد في الاخر. وعملوا يعني بيه محطوط حضرتك وموجود بعد الانتخابات ان شاء الله. بس فانا عايز اقول لحضرتك بس في ايه فكره، ان احنا حتى الناس اللي بتقلل من او الداعم للقائمه الثانيه اما يكتب لي، ما ده حاجه بتتعمل في كل الانديه. طب هو ما اتعملش ليه؟ طب ما هو مش موجود في النادي الزمالك ليه؟ دي هو مش موجود في النادي. انت فاهم انا بتكلم في ايه يا استاذ محمد؟ تمام. طب انت بتقلله ليه من الحاجه اللي ممكن اصلا هي مش موجوده؟ تمام. اللي قبلها ما عملهاش ليه؟ تمام. لا ده في جمله بس هكمل على مصطفى الحته ديت. انت النهارده بتروح شركات، الشركة دي كل عدد موظفينها حوالي 3000 أسرة، 4000 أسرة، 1000 أسرة. المطاعم والبراندات والشركات والخدمات اللي موجودة في مصر كلها، إذا كانت سياحية أو مصايف أو مطاعم أو طبية أو أي حاجة، بيديك خصم، بيروح للشركه يقول له انا هدي للعامل بتاعك بالكارنيه بتاع الشركه، هدي له خصم لو جه اشترى من عندي وجبه او اتغدى عندي او اتعشى عندي، مثلا سيد دليفري 10% وفي المطعم 15%. لا هو الطبيعي ان الكارنيه زي دي، حاجات دي صغيره جدا، الحاجات دي احنا هي المفروض ما نتكلمش فيها اصلا. المفروض ان كارنيه نادي الزمالك وانت داخل مطعم، انا عضو في نادي الزمالك ليه خصم في اي مطعم في مصر، انا داخل مول، انا داخل محل ملابس، انا داخل النهارده الاعباء الماليه على 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 ال 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 الشعب كله تكاد تكون عاليه. بس عايز حضرتك حاجه، بس معلش صوره بس اهي عشان حضرتك صدقني. اتفضل النهارده اهي اهو الاجتماع اهو، النهارده مش اجتماع، بص اهو لكل دول اعضاء جمعيه عموميه حضرتك اهو عشان تبقى ايه شايفها. ده مش مؤتمر. فنرجع بس لبقيه كلمتنا، ان يعني انت تخيل بقى انت عندك 100,000 اسره، فالكارنيه ده المفروض يبقى عامل ازاي؟ طيب انا النهارده اللي بتكلم فيه في الحته التسويقيه،
ودي الحتة المهمة. لا النشاط الاجتماعي بقى جوه النادي ما بالك خارج النادي اللي هو مصطفى بيتكلم فيه بلس اللي جوه النادي. لا انت بتدفع اشتراك يبقى حقك ان الفلوس اللي بتتلم كل سنة من الاشتراكات وبتخش خزنة النادي يتم صرفها على النشاط الاجتماعي فقط. والنشاط الرياضي لازم النهاردة يبقى عندي تسويق ليه. انا استحالة بقى انا بالامج بتاع نادي الزمالك دوت وبكمية البطولات وكمية تاريخ نادي الزمالك ده وانا النهاردة ماشي في 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 ورا العقد اللي بيتم تعاقد على فرقه الكوره. لا انا النهارده عندي فرقه الهاندبول بتلعب كاس عالم، فرقه الباسكت بتلعب كاس عالم، فرقه الفولي بتلعب كاس عالم، بنسافر افريقيا على طول، بتاخد دوري على طول. كل الكلام دوت لازم يبقى الراعي بتاع نادي الزمالك يبقى موجود. لازم النهارده قطاع الناشئين بيلبس لبس. النهارده نادي الزمالك بقاله اكتر من 7 سنين ما بيلبس لبس مره واحده يونيفورم موحد مره واحده. النهارده أولياء الأمور هم اللي بيشتروا. لا ليه أنا حمل ولي الأمر أنه يشتري ملابس؟ لا نادي الزمالك يبقى هو اللي جايب الملابس وما يدفعش فيها فلوس. ده هو المنطقي أن نادي الزمالك يدفع له فلوس عشان يلبس ملابس في قطاعات الناشئين بتاعته. فحتى التسويقية ديت دي مهمة جدا مهمة جدا. دي لازم الأعضاء تبقى فاهمة أن الفكر بتاعنا أن احنا النهاردة أنت فلوسك تصرف على خدماتك. ما خدش الفلوس عشان اروح اشتري لعيب كوره، ما خدش الفلوس عشان اصلح ملعب. لا انا اصلح لك الجنينه، افرش لك، اعمل لك جنينه جديده، اعمل لك جوه مطعم براند، اعمل لك جوه خدمات بالفلوس دي، اتعاقد لك على مصايف زي ما مصطفى بيتكلم، لان المبالغ دي مبلغ كبير. فلما يروح للعضو، العضو هيحس ان هو بقى يعني مهم جدا 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 لمجلس اداره. اجيب لك شركات خاصه تبقى مسؤولة عن ملف النظافة وملف الأمن جوه النادي طول الوقت. ما انتش محتاج ان انا النهاردة اطلع لعضو مجلس إدارة ولا اطلع لمدير عام النادي اقول له اصل الترابيزة مش نظيفة، اصل الجنينة مش نظيفة. مدير تنفيذي ده شغل مدير تنفيذي، شغل مؤسسي يعني. شغل مؤسسي، مدير تنفيذي وشغل مؤسسي. انت النهاردة بتتعاقد مع شركة نظافة شغلها الشاغل ان هي بتخلي النادي يبرق 24 ساعة. فانت النهارده ده من ضمن الملفات اللي هي محطوطه عشان تبقى عندك ثقه في ان انت قاعد جوه النادي متامن في نظافه طول الوقت. طول الوقت انت قاعد مستمتع بالنادي بتاعك، ولادك بيلعبوا على في ملاعب. من ضمن التسويق ان انا النهارده الشركات التسويق دي تعمل لي ملاعب، تعمل لي ملاعب. انت النهارده حط لي الاعلان بتاعك جوه ملعب واعمل لي الملعب، اعمل لي ملعب. انا عايز ملعب مغطى، عايز ملعب باركيه، عايز 5-6 ملاعب جداد. النهارده في الهاند بول يعني يمكن الجمله انا باخدها من كابتن هشام نصر، انديه نادي الزمالك في الهاند بول هو رقم واحد في مصر وافريقيا وليس له منافس على ارض الواقع. عنده ملعب ونص هاند بول، في حين ان انديه فيها عندها 10 و15 و20 ملعب هاند بول، وهي اصلا في الترتيب العام بتيجي السابع والثامن وتيجي ساعات بتيجي العاشر. فمتخيل البطل عنده ملعب ونص يطلع قطاع ناشئين عشان يطلع ناشئ، في حين ان الفرق الثانيه عندها 10 و15 ملعب. نادي الزمالك ما بينظمش بطولات في الباسكت ولا في الهاندبول ولا في الفولي على ملعبه. الدورات المجمعه ما بتنظمش. انت بتبقى عايز عدد من زمان. انتوا في الزمالك كنتوا بتنظموا بطولات كان زمان العربي وافريقي كان بيتنظم، لكن دلوقتي انت ما عندكش. النهارده انت ما عندكش. النهارده الاتحاد الدولي لما جه عين صاله نادي الزمالك وجد ان فيها خلل كبير جدا بطولة. وانت كنت مستضيف بطوله افريقيا، التصفيات بتاعت افريقيا ما وافقش على استضافه. ما وافقش، قال لك عشان تعملها في الصاله عندكم عايز ميزانيه حوالي 5 مليون ل 7 مليون جنيه عشان تطور الملعب بتاع صاله نادي الزمالك. طب انت عندك التصفيات بتاعت البال هتتلعب نادي الزمالك مستضيفها، كاس العالم مصر اللي مستضيفها عشان بس نفرق ما بين استضافه مصر لكاس العالم للانديه، لكاس العالم للانديه اللي هيقام يوم 11 تمام، وما بين استضافه نادي الزمالك لتصفيات البال تمام. تصفيات البال الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي قال لك لا اروح حسن مصطفى ما وافقش يجي صاله الزمالك. لا ما مش هيجي، انت ما عندكش الصاله اللي هي هو طالبها اللي هي الامكانيات اللي هي الدوليه. طب وليه؟ علشان انت 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 اللي بيتم التطوير هو تطوير شكلي وليس جوهري.
اكتر منه شكلي وليس جوهري. تمام. الجوهري انت ليك مواصفات غير مطابق لمواصفات مصر. ما هو شكلي، هو شكلي لكن غير مطابق. انت النهارده لو رحت للدفاع المدني هيقول لك ان المخارج والمداخل بتاعه صاله نادي الزمالك غير امنه. يعني ده من ضمنها. ليه بقى يا فندم؟ عشان صاله الجمباز اتعملت في مكان ده المداخل ومخارج بتاعت اي حاجه لو حصلت لا قدر الله، هي دي الحاجه الوحيده فتحطت صاله الجمهور اللي هي كانت بتقال عليها من درجات الدرجه الثالثه. فاهم قصدي؟ ما ده بقى النقطه اللي احنا هنتكلم برضو هرجع لها معلش يا كابتن حسيني، مهمه جدا بالنسبه لي. فكره النادي العالمي، انت حضرتك ممكن تبقى شايف النادي من وجهه نظرك عالمي، وانا ممكن اشوفه من وجهه نظري ان هو مش عالمي. مش عالمي ده يزعل حضرتك في حاجه؟ يزعل حضرتك في حاجه كابتن حسين؟ او على الاقل هنتناقش. او ليه بتقول لي عالمي وانا بقول لك ليه انا شايفه مش عالمي؟ احنا الملف ده اتفتح في مجلس الاداره وانا يعني اتكلمت مع السيد رئيس النادي في الوقت ده، وكان معايا الاستاذ هاني شكري، وطلبنا ان احنا يبقى فيه مطور عقاري اللي هو يشتغل في النادي. دي ان انت النهارده بتبني نادي من اول وجديد. وفعلا اخدنا معاد انا والاستاذ هاني شكري من مهندس حسين صبور الله يرحمه، ورحنا له لغايه البيت. بس انا بكمل حضرتك، احنا بص احنا كان هدفنا ايه. ورحت انا استاذ هاني شكري للمهندس حسين صبور الله يرحمه، قعدنا معاه واتكلمنا معاه ونادي الزمالك، وقعد يتكلم معانا، كان يعني الله يرحمه حاجه جميله جدا جدا جدا، وعلى المستوى الشخصي صديق والدي، فكان مرحب بالقعده. فقال لي بص يا مصطفى اقول لك على حاجه حلوه جدا جدا جدا. قلت له يا باشمهندس حسين، قال لي انت عارف ان فكره التراك اللي معموله جوه نادي الصيد دي مش فكرتي. بص بقى، قلت له امال فكره مين؟ قال لي فكره عضو جمعيه عموميه. انا لما جيت نادي الصيد مسكته عملت مقترح نفسك تشوف ايه في ناديك. ليه؟ ان انت ممكن تطلع افكار النهارده، ما انا بدل ما اعمل 15 فول او يعني ممكن تعمل حاجات تانية تفيد كذا حد، تخليهم 6 او 7 او 8. فقال لي المقترح ده فكره التراك ان انت تتمشى يعني ممشى للاعضاء داخل النادي، دي فكره جميل بصراحه. فحاجه كانت جميله جدا. قال لي احنا عملنا مقترح والاعضاء اتبسطت بيه جدا، عمل مقترح بيقول لي فلقيت ان الناس في تفاعل. ايه ده؟ لا ده فكره حلوه، طب ما نشتغل عليها نعملها. عملناها طلعت بحاجه كويسه جدا. فقلت له طب انت شايف حضرتك نبدا نادي الزمالك منين؟ فقال لي بص رأيي زي ما أنا بدأت، انزل وشوف واعمل مقترح للأعضاء. وده فعلا حصل. أقول لك كلام حضرتك ده كله حصل عشان أوري حضرتك. يعني اعمل مقترح واطلب من الأعضاء يقدموا أفكار ومقترحات. وبدأت أنا مع لو كويس احنا نطبقها بالظبط. لا وأداني مدير المشروعات في الشركة وقال لي هتتواصل معاه ولم المقترحات دي، يعني يعملها بقى بشكل ايه يومي كده كل يوم 500 بقى نشوف نفلترها يعني بالظبط. وفعلا بدانا من خلال اداره العلاقات العامه ان انا طلبت منهم ان هم يعملوا مقترح بحيث ان الناس تنزل يعني ينزلوا لهم على الارض. وكل واحد عملت كده والاعضاء عملت كده وكانوا مرحبين جدا بالفكره جدا. قدموا مقترحات فعلا. بقول لحضرتك الكلام ده حصل. انا مش لا قدموا يعني مقترحات. قدموا مقترحات ولميناها بعد كده. ايه ده ايه ده ايه ده مقترحات ايه؟ يلا انا النادي هعمله بمزاجي. طب يا سياده المستشار حضرتك، انا النهارده واحد كنت هتزحلق 3 مرات، اقسم بالله كنت هتزحلق من مداخل النادي البورسلان. مفيش نادي في العالم مداخله يا جماعه سيراميكو او بورسلان. يعني انا بالنسبه لي دي مش شايف ان هو في دي كده حاجه عالمي. النهارده مع حضرتك معلش مع احترامي، الطوب الحراري ده انا عمري ما شفت طوب حراري بيتدهن او بيت يعني. فالنهارده فين؟ ما كانش فيه حاجه. وحق حضرتك ان انت فكرت ان انت تعمل حاجه، بس ليه ما عملهاش حلو؟ يعني وصح. انا بقول المستشار عمل حاجه وفكر في النادي ان هو يعمل له حاجه، بس ليه ما عملهاش بالطريقه الصح ان انا يعني زي ما بيقولوا ادي العيش ايه لخبازه. ده شيء طبيعي مظبوط. طب انا في صوره انت كنت بتقول عليها جبناها اهي، لان المؤتمر اللي النهارده ما نفعش بتاع القايمه دي اتعمل بالليل. هو ده بص حضرتك قد ايه ده المؤتمر اللي اتعمل بالليل والصالة منورة وزي الفل اهو. لا تعليق. ايه؟ لا تعليق. انا بعت لحضرتك الصورة عشان تتأكد بس ان انا كل حاجة بقولها لا تعليق لسبب واحد. بص يا فندم بص لو عملت زوم هتلاقي ان في اعضاء
لا في قضايا جميع عموميه واضحه لا يعني. واللي قاعدين على المنصه كلهم مرشح يعني عادي. طب دول المستقلين كنا بنتكلم عليهم انا. طب ما انا كنت عملت انا كمان المؤتمر بتاعي. طب ده يعني انا كان الصبح وحضرتك عملته بالليل. انا بس حبينا نعرضها عشان الناس هي تعرف هي الجمله بس انه معامله هنا ومعامله هنا. هي الجمله بس ان انا بقول وبرضه مصمم على هذه الجمله. ليس هناك خلاف مع أحد. نادي الزمالك أكبر من الخلاف. نادي الزمالك الوجهة. حضرتك عايز تفضل عايد على الكرسي ده حقك. العضو الجمعية العمومية هو اللي هيختار هو اللي هيقارن. حضرتك الوجهة اللي بتصدر للإعلام وللشارع المصري وللدول العربية ماشي. لازم يتقال ان نادي الزمالك هو ده نادي الزمالك. هو ده نادي الزمالك اللي الناس حابه تشوفه جوه. خلينا خناقاتنا جوه. خلينا اختلافاتنا جوه. اقفل الباب ونتكلم مع بعض ونتناقش ونعترض. انا معترض اعتراض كلي على ان مشاكل نادي الزمالك تظهر في الاعلام ايا كان. ايا كان مين مختلف مع مين. ايا كان مين ما بيطيقش مين. ايا كان مين ما بيحبش مين. ايا كان مين عايز يفضل قاعد على الكرسي. لا نادي الزمالك اقفل الباب زي ما بيحصل في اي عيله محترمه. تقفل الباب والزوج والزوجه بيتخانقوا مع بعض. الاب والابن بيتخانقوا مع بعض. مفيش اسره على مستوى العالم مفيش خلافات. ولكن تفتح الباب تنزل كله لابس شيك كله بيضحك في وش الناس. انت هايل. انت العيله دي تمام. انا اتمنى ان نادي الزمالك بهذا المنظر. انا لا انا 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 ما عنديش خلاف شخصي مع حد. انا بقولها على الهواء. انا حسيني سمير ما عنديش خلاف شخصي مع حد. انا عندي خلاف جوهري على نادي الزمالك. نادي الزمالك وجهه لمصر. وجهه لكل رياضيين نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك اللي عايشين جوه نادي الزمالك. المئة الف اسره الابطال العالميين والرياضيين اللي حققوا بطولات غير طبيعيه على مستوى مصر وافريقيا. اقفل الباب وخلي خلافاتنا جوه. ما حدش يعرف بينا. مش عايز الحسيني يمسك ما تمسكوش. هات مصطفى يمسك. حقك انت تدير. لكن مش لا اشوه الحسيني ولا اشوه مصطفى ولا انت تتشوه. ما انت لما هتطلع تشوهني في غيري هيشوهك. وانت الناس هتقول عليك ان انت بتشوه. مش هيتقال عليك ان انت وكل دي اساليب لا تتناسب مع نادي الزمالك. تعقيبا يا حسيني بعد اذن حضرتك كابتن حسين يعني تعقيبا لحضرتك ان انا واحد من الناس مثلا انا اما استقلت ما طلعتش ولا مره في الاعلام. دي حفاظا على نادي الزمالك. زي ما كابتن حسين بيقول ما ينفعش انا بيتي اللي انا قاعد بقول ده بيتي وحياتي اطلع اتكلم في حاجات بقى تفصيلات في استقاله مسببه. وكان عندك حاجات كتير تقولها. كل يعني. الناس كانت بتكلمني في التوقيت ده اطلع 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 قفلت. بس النهارده في وقت انتخابات من حق كل مرشح يقول ايه اللي شايفه كويس وايه اللي شايفه وحش. ده وقت انتخابات. بس بعد الانتخابات كلنا بنبقى في ظهر اي مجلس. انا متفق معاك يا مصطفى الحته دي بس بدون تجريح. انا مصمم استاذ محمد بدون تجريح. احنا مش حصلت انتخابات. الاستاذ هاني العتال اللي فاتت والدي الله يرحمه كابتن احمد حد سمع مننا صوت اثناء الاربع سنين؟ لا. انت فاهم بتكلم فيها حضرتك ليه؟ ان هو حقه يشتغل اربعه كمان. بس انا جاي بقى شايف المرحله دي. انا واحد بقول المرحله دي احنا جايين بقايمه كلنا ناس اشتغلنا مع بعض عارفين بعض علاقاتنا مع بعض علاقة جذور زملكاوية. من حقنا ان احنا نقدم نفسنا بالشكل المطلوب. يعني ايه المشكلة في كده يا فندم؟ دي شايف فيها حضرتك مشكلة؟ لا لا خالص. لو على فكرة احنا عايزين نقدمه للعضو. بالظبط للعضو. احنا مش عايزين على فكرة انا عايز اطلع هنا في التلفزيون واقعد مع حضرتك نضحك ونهرج ونتكلم في البرنامج ونبني ونعمل ونسوي الكلام ده كله. انا وانا قاعد مع العضو على الترابيزة بتناقش معاه انا بكلمه في نقطتين. في سلبيات وانا عايز احولها لايجابيات. بالظبط. في مع العضو انا مش عايز يعني اتكلم في تفاصيل التفاصيل بره على الميديا. مش عايز انا مش عايز انا كحسيني مش عايز يعني انا حتى النهارده وصل لي كده يعني فويس ان انا تم التطرق لحادثه حصلت من فتره في نادي الزمالك مع جمهور نادي الزمالك ماشي. طب ما انا ممكن اطلع اقول سببها ومين عمل ايه ومين سبب ايه. انا مش هطلع ارد. انا كحسين مش هطلع ارد لان نادي الزمالك ده حفاظا على وتقدير نادي الزمالك. يا فندم زي ما حسين قال انا عمري ما اطلع اتكلم في مشكله معلش في بيتي وسط اصحابي خلاص يعني. لا انا النهارده اتقال عليا جملتين
في حادثة حصلت في سب والدتي من كذا سنة، كان رد فعلي لاتجاه سب والدتي من بعض المأجورين. انا ما ينفعش بقى اطلع اقول بقى مين وعمل ايه وسوى ايه واليوم كان عامل ازاي ومين اللي عمل ومين اللي دفع ومين ما ينفعش اقول الكلام ده خالص لسبب واحد. انا النهارده مش بشوه الشخص بقدر ما انت اكتر ما انا بشوه نادي الزمالك. لانه مسؤول في نادي الزمالك في الاخر. قول اللي انت عايزه. انا احترم نادي الزمالك واحترم قيادات نادي الزمالك ورؤساء نادي الزمالك من اولهم لاخرهم وكل اللي موجودين واعضاء المرشحين واعضاء مجلس الاداره السابقين والله حقين. لا نادي الزمالك انا عن نفسي كحسيني وانا انا بثق في القائمه اللي انا موجود فيها. يمكن مصطفى انا بقول لك مصطفى انا ومصطفى متربين مع بعض. يمكن مصطفى متربي يعتبر اصغر مني سنا ولكن متربين مع بعض رحمه الله عليه الحاج سيف ووالدي كل من توفاه الله. لا انا الحاج سيف علمني انا كحسيني مبادئ واخلاق الصعيد بجد انا متربيها ومتعلمها من ابويا ده زودها وجودها. لا الجدع والشاطر يقفل على خلافاته قدام الناس ويعدلها ويصلحها وتظهر الايجابيات بالاوضه تمام ونختلف في الاوضه ساعات حتى الجمهور واعضاء جماله ومجلس الثقه في النادي. انا هقول انا بقى لي اربع دقائق انا هقول حاجه في الاخيره في الجمله دي كانت تفي بس قبل الجمله قبل الجمله الوقت انا بقى لي اربع دقائق اتفضل انا عمال ازود واشاور لهم كل شويه خلاص اوكي احنا خلاص انا هصلي الفجر هنا يا باشا لحظه واحده بس عشان الساعه 3 ونص ل 5 انا لي اربع دقائق حضرتك ليك دقيقتين تقول فيها اللي انت عايزه لان انت كمان لحتى ونص عشان تتوجه من خلالهم كمان كلمه على طول كده من خلالهم هتوجه كلمه للجمال عمر. لا ما تعملش فيها بقى طيب لان انت اتكلمت قد انا طيب اتكلمت قد ده اكتر مني عشان كده بقول انا دقيقتين ونص انت اتكلمت قد والله بهزر والله طيب انت ليك دقيقتين ونص يا عم. طب انا قبل الدقيقتين ونص اقول جمله واحده بس ما عنديش الروح اللي بيني وبين مصطفى ديت انا عايز بس اوصل للناس جمال عموميه هي دي الروح اللي موجوده بيننا كقايمه. لا وشفت امبارح الدكتور عبد الله جورج الدكتور مصطفى عبد الخالق نفس الكلام شفت مع الاثنين محمد طارق حاجه جميله بجد وسامح يعني سوني نفس الكلام وانا متحدث مع هاني شكري وعلي مع هشام يكن ومع يعني مع كل الناس طيب ومع طبعا الكابتن هشام نصر يا فندم ليك دقيقتين ونص ممكن اخلي مصطفى يتكلم الاول لا انا عايز بس قبل ما اوجه رساله للجمعيه العموميه لا عايز بس اقول حاجه والله صغيره لا تريك دقيقتين ونص اقول ماشي انا هقول حاجه جانب الرساله كلها انا بجد 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 رصيدي الحقيقي اكتشفته اما نزلت على الارض رصيدي الحقيقي رصيد والدي الله يرحمه الله يرحمه طبعا بجد لا بجد طبعًا. انا بقولها والله 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 فعلا انا ما نزلت المناطق حاج سيف العمار انا نزلت المناطق وسط الكابتن حسيني يعني. رحنا عابدين وراء امبابا دقي عجوزه ناس كلها اللي ما تعرفنيش بتقول لي يا مصطفى كفايه انت ابن الراجل المحترم الصعيدي فده بالنسبه لي ده بالنسبه لي الرصيد الحقيقي اللي والدي سابهولي وانا اتمنى ان شاء الله ان انا احافظ عليه يا رب ان انا احافظ عليه. رسالتي للجمعيه العموميه انتوا قدامكم اختيارين اوجه كلمه للجمهور انا شايف انت قدامك دقيقتين انا بقول احنا في الاخر كلنا بنجتمع على حب نادينا انت كل واحد شايف المجموعه الافضل ليه يا ريت اهم حاجه تنزل وتختار المجموعه اللي انت شايفها بالنسبه لك الاقدر والاحسن بس ما تقعدش في البيت يعني انا بالنسبه لي قعده البيت دي قعده سلبيه ان نادي الزمالك يستحق من الجمعيه العموميه سواء عضو او عضوه ان هي تخاف على مستقبل ولادها ومستقبل احفادها. النهارده انت بتدفعوا فلوس لازم تاخدوا بيها امتيازات ده حقك الطبيعي. لو تيجي تقارن نفسك باي نادي تاني حط نفسك في المقارنه دي هتلاقي انت بعيد قوي 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 ما تستحقش تبقى بعيد كده. فدي رسالتي الاخيره. كابتن حسين سمير اول حاجه انا بس عايز يعني اقول جمله في لاعضاء يعني من ضمن اعضاء نادي الزمالك انا كحسين سمير ابن امبابه يعني متربي على الاصول ومتربي على احترام الكبير ووالدي رحمه الله عليه والناس المحترمه زي حاج سيف اللي اتربيت في وسطهم اتربينا ان احنا لازم نحترم حتى اللي بيغلط فيك لازم تحترمه لان هو اكبر منك وهو اللي تصدر المشهد فلازم تحترمه وليس ضعف ولكن هو قوه لان انت محترم ومتربي على احترام الغير. النقطه الثانيه ودي الاهم انا بقول ما تحبنيش حب نادي الزمالك ما تحبش الحسيني ما تحبش مصطفى حب نادي الزمالك لانك انت لو حبيت نادي الزمالك هتنتخب من يصلح لنادي الزمالك من يصلح ويصلح انتخابات نادي الزمالك اللي جايه دي مفترق طرق نادي الزمالك داخل على
جمهورية جديدة، لازم نادي الزمالك يبقى يواكب هذا التطور. فحاول تنتخب ليس بالحب والعلاقات الشخصية والصحاب، تخب حب نادي الزمالك الذي يطور نادي الزمالك، اللي هيحترم العضو الجمعية العمومية في نادي الزمالك، اللي هيقدر يطور نادي الزمالك، اللي هيقدر يضيف لعضو الجمعية العمومية في نادي الزمالك قيمة داخلية وخارجية بدون رياء، بدون مصلحة شخصية. بص على نادي الزمالك من منطلق حب الكيان وليس للأفراد. إذا أنت ساعة تمام. عايز أقول لك أنا أقل من دقيقتين ونص عشان أنا راجل بتاع ستوب ووتش، فعارف أنا قلت إيه. تمام. إحنا كده خلصنا الفقرة. خلوني بس أقول لكم بس كم خبر كده بسرعة. عمار حمدي لاعب النادي الأهلي أصيب، موجودين في كأس العالم للأندية النادي الأهلي. أول مباراة لي يوم إن شاء الله السبت الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. وأعلنوا القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ستشارك في مونديال الأندية، وفيها على فكرة لاعبين من منتخب مصر المشاركة الآن في كأس الأمم الإفريقية، واللي أسعدنا بالفوز على الكاميرون، وحيلعب إن شاء الله يوم الأحد الساعة 9 مساء. تم استبعاد عدد من اللاعبين زي الشناوي وزي أيمن أشرف من القائمة، إنما تم قيد السلية وحمدي فتحي ومحمد شريف. قائمة الأهلي علي لطفي، محمد عبد المنعم طبعا بعد عودته من الإعارة. قائمة الأهلي علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم ومحمد مغربي، علي معلول، محمود وحيد، كريم فؤاد، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السلية، محمد شريف، أحمد عبد القادر، مكسيوني، حسين الشحات، وقفشة، وزياد طارق، وريد سليمان، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر. ولعبة المنتخب طبعا هينضموا في حالة فوز الأهلي إن شاء الله يوم السبت على مونتيري المكسيكي. هيروح بعد كده على بعد يوم الحد هيروحوا على أبوظبي لعبة الأهلي إن شاء الله بعد فوز الأهلي في هذه المباراة، عشان يكملوا معاه المشوار. عمار حمدي إصابة بصليبي، نقول له ألف سلامة عليك، ولحق بأكرم توفيق في ألمانيا علشان يعمل العملية، أو هيلحق هناك في ألمانيا عشان يعمل العملية هناك زي أكرم. بدر بنون فحص طبي بعد 15 يوم بيحسم عودة بدر بنون مع النادي الأهلي. كمان عايز أقول لكم أن منتخب مصر تقدم للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، بيطلب أن يعني يأخر موعد المباراة النهائية لكأس الأمم خلال اتنين بدل الحد عشان مبدأ تكافؤ الفرص. وبيقولوا ان السنغال لعب مباراة بدري، ومنتخب مصر لعب مباراة يعني مجهدة حتى ركلات الجزاء، فطالب انه الموعد المباراة النهائية تأخر من يوم الحد ليوم الاثنين. طبعا طلب صعب جدا تنفيذه في ظل اعلان الجدول، في ظل كل التنظيم اللي حاصل في الكاميرون. بنهنئ مرة اخرى منتخب مصر بالفوز على الكاميرون النهاردة بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الشوطان الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي. في الختام بشكر كابتن حسين سمير مرشح فوق السن لانتخابات نادي الزمالك، شكرا جزيلا. بشكرك استاذ محمد، وبشكر هاني العتال صديق الشخصي، وببارك له على النجاح الباهر واحيائه لانتخابات نادي الزمالك. شكرا جزيلا، بالتوفيق ان شاء الله. للسيد مصطفى العماري بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا حضرتك جدا جدا والله، انا مبسوط ان انا معاك النهارده. اشكرك، ربنا يخليك، والتوفيق ان شاء الله. هنتابع بقى فرحه الجمهور المصري في هذا التقرير في الأحياء المختلفة. بعدها هنتابع أيضا تقرير عن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. احنا الجمعة إجازة والسبت الإجازة، الحد إن شاء الله مساء نلتقي بإذن الله والكأس في إيدينا بعد مباراة مصر والسنغال، هتقام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. وإلى اللقاء. كلنا فرحانين جدا لمنتخب مصر، والف مبروك لمصر كلها. وبصراحه الكورتين اللي شالهم ابو جبل يعني فرقوا معنا جدا معنويا، وهم اللي خلوا اللعيبه ان هي تقدر تسجل في ضربات الجزاء. يعني بجد عاش المنتخب المصري ومبروك ليهم، وادوا اداء جميل ما شاء الله. كنت خايف والله، كنت خايف، بس ابو جبل راجل ولاعيبه رجاله، والف مبروك، وانتصرنا على الحكم وعلى الكاميرون، وان شاء الله النهائي مصر تمنا جاي ان شاء الله. الف مبروك يا رجاله. الماتش كان ماشي زي الفل بالنسبه للمنتخب، كان عنده اصابات كتير، والتحكيم كان ماشي ضده خالص، اللعيبه عملت اللي عليها وزياده، والحمد لله ان احنا كسبنا.
اعطيتهم النتيجه ليله امبارح من دور نصف النهائي فازوا بضربات الترجيح. قلت لهم المشي اللي جاي مصر حتفوز بضربات الترجيح، مش حصدني اصحابي كانوا يعني مش حنفوز ودي مباراه قويه دي الكاميرون. قلت لهم لا، الفراعنه قادرين وحيفوزون ان شاء الله، واليوم فازوا وان شاء الله الكاس مصري. يوم المباراة سيكون لديك 11 لاعبا أساسيا وخمسة تبديلات، وهذا كاف لخوض المباراة، فما الفائدة من الشكوى؟ نفتقد بعض اللاعبين ولكن أيضا هناك لاعبين جيدين مع الآن. بهذه الكلمات فسر جنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وضع المارد الأحمر قبل أيام قليلة من بداية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية أمام فريق مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل. الأهلي وجد نفسه مجبرا على التعامل مع ظروف أشبه بالمستحيلة لتقديم نفسه بالصورة التي تليق بممثل مصر وبطل إفريقيا، بعد أن أجبرته الظروف على فقدان عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، سواء من يتواجدون مع المنتخب الوطني أو للإصابة. ففي غياب الحارس الأول محمد الشناوي أصبح لا مفر من الاعتماد على علي لطفي الحارس الثاني بالفريق، كما تعتبر ثنائية رامي ربيعة وياسر إبراهيم هي الأقرب لشغل مركزي قلب الدفاع. وعلى الجانب الأيسر تعطي عودة علي معلول جانبا كبيرا من القوة، ويشاركه على الجانب الأيمن محمد هاني. وفي وسط الملعب حجز المالي إليو ديانج موقعه، ويبقى لاعب الوسط الثاني هو الأزمة التي لم يستقر موسيماني على حلولها حتى الآن، خاصة بعد إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي في ميران اليوم. وفي الخط الأمامي لا خلاف على تواجد أفشة كصانع للألعاب، وأمامه الثلاثي حسين الشحات على الجانب الأيمن وأحمد عبد القادر على الجانب الأيسر، وفي العمق طاهر محمد طاهر الذي أصبح مطالبا بتعويض غياب محمد شريف لتواجده مع المنتخب وحسام حسن للإصابة. ظروف صعبة تمر بها القلعة الحمراء في البطولة العالمية، فهل يولد الانتصار من رحم المعاناة؟